بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين وحبايبنا الزملكاوية في كل مكان. حلقة جديدة وسهرة جديدة زي كل أسبوع، سهرة الجمعة بعنوان ليلة بيضة في زملكاوي. في البداية طبعا حابب أشكر حضراتكم جدا على ردود الأفعال وعبارات الإشادة بأولى حلقاتنا الجمعة اللي فاتت طبعا اللي استضفنا فيها ولاد العم كابتن أيمن يونس وكابتن هشام يكن. إن شاء الله بنوعدكم باستمرار المفاجآت والحلقات إن شاء الله المميزة، وهدفنا دائما إرضاء حضراتكم طبعا. والنهاردة طبعا هيكون معانا ضيوف من العيار الثقيل، هنفتح خزائن الأسرار معاهم وحكاياتهم، وهنكشف كل المستور وأسرار بتسمعوها لأول مرة عنهم طبعا. خلوني في البداية أرحب بالثنائي الأسطوري، ثنائي الثمانينات، كابتن عادل المأمور طبعا أحد أساطير حراسة المرمى في مصر وفي نادي الزمالك، وكابتن نصر إبراهيم طبعا اللاعب العصري والجوكر الكبير والفرود الكبير، وطبعا قناص منطقة الجزاء وهداف بالفطرة كابتن نصر إبراهيم. كابتن عادل مشرف ومنور قناتك قناة نادي الزمالك. شرف وجودك يا صبري، ومبروك البرنامج الجديد دوت، وحاجة إن شاء الله تشرف بإذن الله وحاجة جميلة جدا. ربنا يخليك يا كابتن. طبعا كابتن نصر إبراهيم هداف نادي الزمالك في الثمانينات وأحد أساطير نادي الزمالك ورموز نادي الزمالك، مشرفنا ومنورنا كابتن صبري. يا حبيبي أنا سعيد طبعا بيك وبالبرنامج وبمحمد صبري. ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك. خلوني طبعا أعزائي المشاهدين قبل ما أتكلم طبعا مع نجومنا وضيوفنا الكبار طبعا وأساطير نادي الزمالك، خلونا نطلع نشوف التقرير اللي بيتكلم عنهم وعن حكايتهم مع نادي الزمالك وبداياتهم مع نادي الزمالك، ونرجع نكمل حديثنا مع حضراتكم. يعتبر نصر إبراهيم واحدا من أفراد الجيل الذهبي للزمالك في فترة السبعينات والثمانينات الذين صالوا وجالوا بالقميص الأبيض وأمطروا شباك المنافسين بالأهداف الملعوبة. تميز بقدراته التهديفية الكبيرة لينال لقب غول الزمالك. عايز يعدي وعدى والمسا عشان لعبها نصر إبراهيم، نصر إبراهيم هو جول 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 الأول للزمالك. بدأ نصر مسيرته مع الفريق الأول للزمالك في موسم 1977-1978، وتم تصعيده من صفوف فريق الشباب بالنادي وهو دون 19 عاما من عمره، بعدما نال إعجاب المدرب زكي عثمان بتألقه في لقاء القمة بدور الشباب. وعلى مدار 11 موسما له داخل أسوار القلعة البيضاء أبدع وأمتع وانتزع آهات العاشقين وتلاعب بدفاعات المنافسين وسجل أهدافا لا زالت عالقة بأذهان أنصار النادي الأبيض العريق. وأحرز نصر إبراهيم 28 هدفا بقميص الزمالك، أبرزهم على المستوى الإفريقي بثنائية في شباك نكانا الزامبي عام 1984، وكذلك ثنائية أخرى في مرمى الهلال السوداني في عام 1985، وهدف شهير في شباك شبيبة القبائل الجزائري بنصف نهائي الأندية الأبطال عام 1984. هتخد وهم وساهمت أهداف القناص نصر إبراهيم في اعتلاء الزمالك منصات التتويج وحصد البطولات والألقاب في عدة مناسبات كروية كبرى على مدار مسيرته بصفوف النادي الأبيض، حيث حصد لقب الدوري الممتاز في أولى مواسمه مع الزمالك، وأيضا في موسمي 1983-1984 و1987-1988. كذلك عانق الأميرة السمراء مع الفريق وتوج معه بلقب إفريقيا للأندية أبطال الدوري في عامي 1984 و1986، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب لكأس مصر ولقب للأفرو أسيوي، ليبقى نصر إبراهيم واحدا من رموز أبناء الفن والهندسة المخلصين الذين سكنوا قلوب عشاق الكيان الأبيض. أما عادل المأمور فحفر اسمه ضمن سجلات أساطير فريق الكرة بنادي الزمالك، كان حارسا عملاقا يزأر في مرماه ويدافع ببسالة عن العرين الأبيض. المأمور من مواليد عام 1955،
وبدأ مسيرته الكروية مع نادي المياه بالعباسية إلى أن جاءت اللحظة الفارقة في مسيرته بالملاعب خلال مواجهة الزمالك في عام 1975، حيث أعجب مسؤول النادي الأبيض بإمكانياته الفنية الكبيرة وأعلنوا ضمه والتعاقد معه مقابل 2000 جنيها. واستمرت رحلة الحارس الطائر عادل المأمور مع الزمالك منذ عام 1975 وحتى إعلانه اعتزال المستديرة في عام 1987، وساهم المأمور في تتويج الفارس الأبيض بعشرة ألقاب متنوعة بواقع 3 ألقاب للدوري الممتاز و4 بكأس مصر وبطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين، بالإضافة إلى لقب الأفرو آسيوي. شوطة جامدة طلعها عادل مأمور، برافو عادل مأمور، عادل مأمور أنقذ جول أكيد. بنجدد الترحيب بحضراتكم أعزائي المشاهدين. خلوني أروح طبعا لكابتن عادل. كابتن عادل طبعا من مياه العباسية الانتقال لنادي الزمالك في صفقة زي ما التاريخ بيقول بألفين جنيه، فعايز أعرف مين العين اللي جابتك نادي الزمالك، وكان مين اللي له الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في نقلك من نادي المياه بالعباسية لنادي الزمالك؟ هو النادي المياه داني كان بيلعب درجة تانية، وأنا كنت بلعب في الحي بتاعي كحارس مرمى الحي بتاعنا، وكنا بنلعب كان اسمنا نجوم الطلبة، كنا طلبة. فشافني واحد اسمه عبد العزيز فقال لي انت وديك نادي المية تلعب انت جول كويس وناخدك نشوفك هناك. رحت كان في كابتن ليو بتاع النادي المصري. كان نادي المية بيشارك في ايه بقى كابتن؟ درجة في تحت 18 بيلعب مع اهلي وزمالك، تحت 21 بيلعب مع اهلي وزمالك بدرجة تانية، بيلعب شركات. كنت بلعب 4 ماتشات في الاسبوع، كنت بتمرن بقيه الاسبوع، فكنت بلعب قدام الزمالك والاهلي، فكنت بعمل مباريات كويسه جدا. الاهلي شايفني، انا كنت رايح الاهلي قبل الزمالك. النادي الاهلي هو اللي جه الاول وبعت لي، وكان مع واحد اسمه سعيد تيتي. سعيد تيتي دوت هو الكشاف بتاع النادي الاهلي، فانا في نادي الميه في العباسيه، هو ساكن في العباسيه برضه، فكان بيجي يتفرج عليا ويشوف الماتشات، وكنت بروح ماتشات العب قدام الاهلي في الجزيره، والاهلي يلعب عندنا وارجع في الزمالك والزمالك يجي، وكنت بعمل ماتشات كويسه جدا، ماتشات كبيره يعني. فقال لك النادي الاهلي عايزك. طبعا انت صغير مش عارف حاجه يعني، 18 سنه لما يجي بيقول لك في نادي كبير عايزك، هتقول ايه؟ ماشي، ده انت عايز تبقى تطلع من اللي انت عنده اللي انت فيه يعني. فروحت للنادي الاهلي الاول، كان كابتن جوري هو اللي ماسك الفريق الصغير تحت الفريق الاول، وكان مدير الكره ساعتها كان عزت ابو الروز، كابتن عزت ابو الروز، وقال لي خلاص انت معانا واحنا هنخلصك وهنعمل كل حاجه. ومشيت انا عادي، ما فيش مشكله عندي خالص. روحت تاني يوم لقيت الكابتن علاء الحمولي الله يرحمه، الله يرحمه، رايح الساعة 6 الصبح بيخلص مع رئيس مجلس إدارة شركة المياه، كان اسمه الأستاذ محمد خالد، قاعد له تحت العمارة بتاعته، وخده وراح على الشركة وخد الاستغناء ودفع 2000 جنيه ومباراة تتعمل ودية بيني والزمالك والمياه، الإيراد بتاعها يروح لنادي المياه. وانا مضيت بذات الكوكاكولا فقط، لغير اخدت لا جنيه ولا 10، اخدت ازازه بيبسي، ازازه كوكاكولا بس، دي اللي انا مضيت عند الكابتن حافظ زولت مضيت على الاستمارات، ودي اللي انا اخدته من ساعتها. والنادي خد ال 2000 جنيه، ما خدش انت منهم حاجه والايراد؟ لا طبعا، والايراد بتاع الماتش ده اللي هو سبب الانتقال بالنسبه لي. طبعا في نفس اللحظه كان والدي الله يرحمه كان في اللعيبه لاعب سيرد باك في الترسانه، هو خيرني بقول له يعني في كذا وفي كذا يعني في زمالك وفي اهلي، قال لي الزمالك عشان في هشام وسمير كبار في السن شويه، انما الناحيه الثانيه في ناس قريبين من سنك اكرامي وثابت كان اكبر منا برضه، فقال لي يعني هنا الطريق هيبقى اسهل لينا ان احنا نمشي. يعني هو اللي وجهك يا كابتن؟ طبعا. بس ما كانش له ميول لا اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا انا كنت ترسناوي. كان ترسناوي بس؟ كان والدي انا كان لعيب في الترسانه، سيرت باك في الترسانه، فكنت انا ترسناوي عشان احنا تابع والدي، والترسانه قدام النادي الزمالك، فلما عدينا الشارع بس. يعني نقدر نقول هو صاحب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في دخولك نادي الزمالك وتفضيله نادي الزمالك على اي نادي اخر. هو شاف الرؤيه في المستقبل هي هتبقى فين؟ ما انت ممكن تروح مكان بس ما تلعبش. صحيح. وانا في قصه كمان، انا بعد ما مشيت من نادي المايه دي ولعبت رحت الزمالك،
في الاول الكابتن زكي عثمان هو اللي استقبلني، وكابتن الله يرحمه طه بصري. فبتمرن وبلعب وبتمرن بتمرن، وبعدين لقيت نفسي في الماتشات ما بلعبش. قلت لا، وانا جاي عشان اقعد؟ رحت واخد شنطتي وراجع تاني نادي الميه. قلت لهم انا عايز ارجع تاني الميه، مش عايز، لان انا عايز العب كوره. يعني شوف تفكير الوالد في البدايه خالص، هو بيشوف النادي اللي تروح تلعب فيه، مش تلعب في نادي وخلاص. لا، نادي الزمالك نادي كبير ونادي الاهلي نادي كبير. ولكن هو اختار المكان اللي تلعب فيه اللي مش اللي تروح بس فيه. شايف ان الطريق دوت اسلك، هيبقى يعني سهل بالنسبه لك. فلقيت الكابتن زكي بعت لي حمدي يوسف راح لنادي المايه، جالي قال لي تعالى كابتن زكي عايزك وبتاع. قلت له انا عايز العب، انا جاي عشان العب. انا كنت بلعب اربع ماتشات في الاسبوع. مش فرحان وخلاص ان انت رحت لا طبعا، انت في الهدف، انت رايح تلعب في النادي الزمالكي، لازم تلعب في النادي الزمالك، وبعد كده تبص الهدف الثاني انك تلعب منتخب، لازم يكون في اهداف. هو لازم كده كل لعيب لازم يعني انت تحط نفسه خط سير عشان يقدر يكمل مشواره، انما مش مجرد ان انا رايح عشان اقعد اتفرج. لا، خدت بعده ومشيت، وجي خدوني تاني من نادي المايه، وجيت ولعبت ومشيت. وبعد كده الحمد لله، وبعدين مشينا في كل حاجه، وبعدين قلنا لعب نلعب زمالك، خلصنا ان احنا بنلعب زمالك اساسيين، بنبص لمنتخب مصر اللي موجود هناك دول لازم نلعب عليهم، والحمد لله ولعبت عليهم. ده كان طموح جيل يا كابتن، يعني مش ثقافه زي دلوقتي. كان ما كانش فيه الثقافه اللي موجوده دلوقتي، ولكن كان طموح الجيل نفسه هو انا عايز العب، عايز اشارك. كان الطموح ذاتي، عايز العب وعايز امتع الجماهير واتمتع. مش بفلوس، احنا ما خدناش فلوس. صحيح، احنا جيل الاجيال بتاعتنا دي احنا صفر فلو ماني، مفيش فلوس خالص، ما عملناش اي حاجه خالص في النتاع في الـ في الـ في من الكوره، مش زي دلوقتي. ولكن عملتوا تاريخ كبير، عملنا تاريخ كبير. وحب الناس اللي احنا وجماهير نادي الزمالك اللي احنا كنا بنلعب عشانهم. انا قد ايدي هتتقطع دي بقى عشان كاس مصر، بس انا قلت هلعب عشان هتقطع ايدي بس اخد كاس مصر، كاس مصر عشان جماهير نادي الزمالك. كان معايا الحلقه اللي فاتت الكابتن ايمن يونس والكابتن هشام ياكن، فهما بيحكوا الكابتن ايمن بيقول لي انا وشي كله كان بايظ، كان كسر في الفك وبعدين كسر في وشي، وكابتن هشام في دماغه. فدي كانت الروح اللي كانت موجوده في الجيل بتاعكم، علشان عشان كده الجيل بتاعكم يا كابتن يمكن هو من اكتر الاجيال اللي زودت شعبيه نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، لانهم ارتبطوا بيكم، لان تاريخكم واجتهادكم وروحكم جوه الملعب دي كانت ظاهره جدا وكانت ملفته للنظر لدى الجماهير. في ماتش جيت 100,000 في الاستاد غير اللي بره، عشان ايه؟ انت بتلعب عشان دول. صحيح، هم دول اللي بيرفعوك، هم اللي بينادوا عليك، هم دول. انا لما الاقي دول بينادوا عليا دي حاجه تفرحني جدا. فانا عشان كده لو هيحصل ايه، لو في كوره ممكن يحصل فيها حاجه خطره بالنسبه لي عشان انقذها هعملها، عشان دول يرجعوا مبسوطين. عشان كده هم دول يا كابتن لحد وقتنا هذا بيضربوا بيكوا المثل في التضحيه وفي الايثار وفي الحب للنادي، لانه حب بجد، حب حقيقي بلا اي نفاق، بلا اي طبعاً حاجه طبعاً. مش من وراء اي ماديات، مش من وراء اي حاجه، حب خالص. عشان كده باقي لحد دلوقتي لدى جماهير نادي الزمالك. كابتن نصر، حكايه تانية، انت جيت في قطاع الناشئين، تدرجت في صفوف الناشئين حتى الفريق الاول. احكي لي بداياتك في قطاع الناشئين حتى صعود للفريق الاول، ودور كابتن زكي عثمان معاك كان ايه في صعودك للفريق الاول؟ بدايتي طبعا كنت بحب نادي الزمالك قوي وانا بلعب وبحب اجياله. طبعا جيت وانت سنك كام؟ كان عندي 13 سنه. كنت ناشئين بداية قبل. طبعا عادل جه كبير، انا جيت صغير مولود يعني في نادي الزمالك. فجيت 13 سنه وخدني، كان عندي لعيب اسمه كابتن ابراهيم عزيز من عندنا من اي بي، وخدني كان بيلعب في النادي الاهلي. ساعدني بجد الكابتن حمدي نوح ساعتها، ومحمد عبد المنعم الشهير محمد القارع. طبعا دول ساعدوني بجد. على ازاي بقى؟ لما لقوني رحت نادي الزمالك، حمدي طبعا ساعدني، كان هو في اسكو وانا في الزمالك، فكنا بنساعد بعض. محمد عبد المنعم كان بيديني لبسه عشان اروح رغم انه كان اهلاوي، واخد بالك؟ وكان بيساعدني. لكن مبسوطين بيك. ايوه. فروحت طبعا، اختارني الكابتن اشرف جابر، ولعبت بقى في مسابقات الناشئين 14 سنه، خدنا بطوله 15 يعني، الحمد لله كانت ماشيه ومكسب على المنافس من اول ما دخلت، كانت حاجه كويسه لغايه لما لعبت. الفرقه بتاعتكم كانت على طول بتكسب المنافسين النادي الاهلي على طول في قطاع الناشئين. سعيد الجدي الله يرحمه، الله يرحمهم، والكابتن عادل عبد الواحد وعماد المندو وجمال عبد الله ومحمد يعني المجموعه دي كلها طلعت مع بعض كابتن الفريق الاول. كان دايما انت عارف يا صبري، يمكن انت حضرت مجموعه الناشئين زمان من ايامنا، كان ما بيطلعش اللعيبه كلها، بس لازم يطلع لك بتاع 6-7 بالظبط لكل الاجيال بالظبط. ودي الحاجه اللي نتمنى ان انا اشوفها في نادي الزمالك.
الفتره اللي فاتت يعني، ربنا يسهل ان شاء الله. اتمنى ان انا اشوف طبعا ولاد النادي موجودين في النادي اللي هم اتربوا من الصغر. هو ده اساس نادي الزمالك يا كابتن. شوف انت ان دايما بقول ان اللي كان مرجح كفه نادي الزمالك، نادي الزمالك معظم اللعيبه بيبقوا ولاد النادي ولاعيبه يعني قليله جدا اللي كانت بتيجي تخش على الفرقه. ولكن ما عنديش انا قصه يا كابتن عادل ايه ان ده ابن النادي فهو اللي قاعد في النادي كتير. لا ده ابن النادي اللي ممكن يخش النادي ويجتهد جوه في النادي سنتين ثلاثه اربعه يبقى من ولاد النادي، ما فيهاش مشكله. لكن مش مقتصر على ان انت تطلع من قطاع الناشئين وبعدين تبقى في الفريق الاول فانت ابن النادي. لا 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 مش كده. لا هو بعد الاحتراف يا صبري ما بقاش بيه خلاص بقى لا ولاء ولا بتاع ولا البوس الفني. هي حته برضه هو اللي عايز يشوف اللي مصلحته فين وشايف اللي هياخد فين اكتر. دلوقتي بقى الاحتراف دي الماده بقت مطاغيه بشكل غريب جدا على كل اللاعبين، وبالتالي الجمهور برضه بيتمنى ان يكون في احسن لعيبه عنده عشان يقدر ياخد بطولات كتيره ويقدر يتمتع بكوره حلوه. صحيح. اتفضل يا كابتن. واخد بالك يا كابتن برضو يعني انا برضو عندي تحفظ في الحته دي، يعني حته برضو ولاد النادي او اللي اتربوا في النادي دي مهمه برضو طبعا لا نغفلها. يعني انا لغايه دلوقتي وانا دربت ولعب معايا، يمكن حضرتك لعبت اول سنه دربت فيها كنت انت بتلعب، انا لغايه دلوقتي بفتخر ان كان عندنا صبري وعندنا حازم وعندنا خالد وعندنا ايمن وعندنا حازم عندنا كل اميد وعند يعني لغايه دلوقتي بفتخر ان دول كانوا طالعين. وبعد كده جه الاجيال وحظنا الحقيقه يا كابتن ان المدربين اللي دربونا يا كابتن عادل في قطاع الناشئين اسسونا كويس جدا، عشان كده لما طلعنا الفريق الاول ادينا بشكل كويس او قعدنا فتره كويسه يعني. بالظبط انا ده اتمناه يعني على الاقل. طبعا اي حد يجي من بره طبعا على مستوى عالي طبعا كتير جم يا كابتن من ولاد النادي برضه وكتير واخد بالك، لكن لما يبقى في ستة سبعة من ولاد النادي متربيين من صغرهم برضه بتفرق يعني، برضه عشت شفت الحركه في النادي شفت الطبيعه يعني برضه حسيت بالجمهور. الناس الجماهير برضه تصبر عليهم، ما الجماهير ما بتصبرش على الناشئين يعني زي ما انت شايف دلوقتي الناشئين اللي بيلعبوا محدش بيصبر عليهم، كلهم بيحكموا عليهم من اول ماتشات لعبوها دي لسه جايين لسه لاعبين ماتشات السنه دي بس في بعد اللعيبه بتاع اللعيبه دي فيهم. استاذنك دي بعد الناس المسؤوله بقى امتى برضو ادفع باللاعب الناشئ دي صبري. دي مدير فني دي مهمه. ما انا بقول دي شغل دي مهمه مدير فني يعني ما بقاش عندي لعيبه مميزه وبعدين احرقهم مره او اطلعهم، لا لازم يبقى ليهم. انت عارف يا صبري انت لعبت وشوف طبعا بس هي يعني انت طلعت معاني جي يا صبري وجهه نظر بتقول ايه يا كابتن ان الظروف برضو بتحكم شويه. يمكن ظروف النادي في الوقت الحالي وعصر السرعه اللي حضراتكم اتكلمتوا فيه دلوقتي يمكن هي اللي فارقه شويه او كانت ضد الولاد اللي طلعوا الفتره اللي فاتت دي، لان النادي بيمر بظروف صعبه. السكواد اللي موجود طبعا قليل، الراحات اللي اداها مستر جوميز للعيبه طبعا فرقت مع اللعيبه الصغيره، ولكن اتمنى ان شاء الله ان الموسم اللي جاي اللعيبه دي تاخد فرصه اللعيبه الكبار يظهروا بشكل افضل. المفروض لما تيجي تدفع بالناشئين تدفع بكم قليل يعني 3-4 لعيبه بالكثير في الناشئين، والباقي كله من اللعيبه اللي لها خبرات عشان يكتسبوا خبرات عشان ما احرقهمش. انما ما تدفعش بثمانيه لعيبه او بسبعه لعيبه ناشئين واربعه عندهم خبره، مش مين هيشيل مين؟ ما عندهمش خبرات. ان شاء الله هيبقوا موجودين السنه الجايه في وسط اللعيبه الكبار ويظهروا بشكل انا متاكد هيبقى افضل من كده كمان. لازم يكون في طريقه تخطيط صح للدفع بالناشئين عشان ما تحرقوش مننا. ان شاء الله باذن الله يا كابتن. كمل لك يا كابتن نصر، وصلت لمرحله الناشئين. لعبت لغايه سن كام وطلعت الفريق؟ كان 17 سنه. 17 ماتش في نادي الزمالك. مين بقى اللي طلعك الفريق الاول؟ الزمالك وبنلعب الفريق الاول طبعا كله بيتفرج علينا ومعاهم الكابتن الكبير الكابتن زكي عثمان. كان ماتش ودي؟ لا ماتش رسمي. رسمي الفريق 17 سنه. وكسبنا ساعتها. سعيد الجنائي كان بنالتي وكسبنا 1-0 كان الاهلي والزمالك. بعديها فوجئت طبعا الكابتن زكي عثمان ان هو بيختارني في الفريق الاول، كان اختار طبعا الكابتن ابراهيم يوسف والكابتن سعيد الجدي والكابتن الله يرحمه والكابتن عادل عبد الواحد، فاختارني بقى كابتن عادل عبد الواحد كمان. واخد بالك ولعبت بقى في الفريق الاول والحمد لله كانت الظروف، كنت سعيد ساعتها بلعب مع جيل عظيم برضو، كنت بتمتع الكابتن حسن والكابتن فاروق والكابتن اتفرج عليهم دول في التلفزيون بقى عادل. ها كنت اتفرج عليهم في التلفزيون. اتمنى بقى هو ده بدأ لقيت نفسك في بس داخل في وسطينا. شوف بقى كامله لما جه لاعبين صغيرين بيجوا عادل عبد الواحد ونصر ابراهيم ما يخشوا معانا ابراهيم يوسف ادي ثلاثه ناشئين لما يخشوا مع في وسط الكم من الخبرات الكبيره دي تماماً. لازم هيشيلوهم طبعا هيبقى فينا في بالانس موجود في الفريق عشان كده عاد كبروا وبعدين بقوا نجوم. كلنا مرينا بالمرحله دي بس هي بس ازاي امتى تدفع بالناشئ عشان ما تحرقوش. تمام بس ولعبت واختارني في الفريق الاول وكان برضو من حسن حظي برضو في السنه دي
خدنا الدوري، كان الزمالك بقاله 10 سنين ما بياخدش الدوري. ده 78 78 77 ما بياخدش الدوري 10 سنين، بيتغلب برضه من المنافس. فكانت بقى ظروفي كويسه بصراحه يعني، ووشي حلو على الفرقه. طلعت في ظروف كويسه. خدنا الدوري. ساعدتك. ما دي برضه كلها دي عوامل. دور الكابتن زكي عثمان كان ايه معاك؟ كان مين؟ الكابتن زكي عثمان الله يرحمه. الله يرحمه طبعا من المدربين الواحد يحترمهم. هو اللي طلعك اول واحد. هو اللي طلعني وطلع اجيال قبل مني يعني، محمود فوزي وكان احمد عبد الحليم، لا الكابتن محمد سعيد ومحمد سعيد. الكابتن زكي كان من باع كبير في التدريب وابونا كلنا حقيقي. وبعديها بقى طبعا الكابتن ابو رجيله طبعا ما ننساش طبعا لما طبعا خدنا برضه. فكل الناس دي المدربين برضه ولاد النادي. انت كنت راس حربة طول عمرك كابتن ولا اتغير مركزك لما طلعت؟ وكان ظروفي بقى صعبه، كابتن حسن بيلعب راس حربة وكابتن وعلي خليل فاروح على نصر وينج رايت شويه اروح على نصر وينج ليفت شويه اروح. فضلت فتره كبيره العب في الاماكن. لكن انت راس حربة من قطاع الناشئين. لما لعبت بقى في الاخر على اخر يعني في اوائل الثمانينات راس حربة بجد، ابتديت اظهر بقى بالشكل الكويس، اجيب اهداف، احقق مع بطولات مع زمايلي. بس الحمد لله مشيت بقى في المكان ده بتاع راس الحربة، والمكان اللي كنت ايه بحس بيه بوجودي فيه. بس فلولا بقى الاصابات والحاجات دي بقى الحمد لله. الحمد لله بنعشق طبعا نادي الزمالك، بنتبسط من نادي الزمالك. عايزين جمهور نادي الزمالك سعيد على طول برضو، دي كانت سمه فينا. سيبك من الماديات والحاجات دي، وحب الناس لينا. وكنا بنحزن قوي يا صبري اما نتعادل. دي كانت غريبه. يعني نتعادل يعني تروح تقعد في بيتكم اسبوع بالظبط، تمرين للبيت من تمرين للبيت، نروح واحنا لابسين الطاقيه والنضاره ومحدش يشوفنا لحد الماتش اللي بعده. لغايه الماتش اللي بعده احنا صبري كنا جات علينا اوقات في الماتشات احنا بنقول للمهاجمين هاتوا جول وملكوش دعوه، ما كانش يخشوا. احنا في سنه ما اتغلبناش ولا ماتش. صحيح. 83 84 دي 82 83 لغايه التسعينات يا كابتن، لما تشوف الريكورد اللي عمله نادي الزمالك مثلا في نادي الدوري تلاقيه داخل فينا مثلا 6 جوال. انا كنت بخش بيه 4 اجوان في السنه. في السنه. وثلاث اجوان في السنه. صحيح. من 81 82 82 83 83 84 في السنه، بس 4 اجوان وثلاث اجوان. طب عايز اسالك كابتن عادل، في فتره لعبك انت لعبت طبعا مع اثنين حراس كمان كانوا موجودين في النادي الاهلي الكبير طبعا، كابتن اكرامي والراحل العظيم كابتن ثابت البطل. كنت بتتعاملوا مع بعض ازاي في المنتخب؟ وهل كنتم اصحاب؟ والمنافسه كانت بينكم شكلها ايه؟ لا هو احنا اول ما بنخرج من الملعب احنا اصحاب كلنا. في الملعب احنا في تنافس شديد بيننا وبعضنا، وانا عايز اكسبه وهو عايز يكسبني، مفيش مشكله. انما نخرج بعد الملعب احنا اصحاب. في المنتخب كلنا اصحاب وقاعدين مع بعض وبنضحك مع بعض ونتعشى مع بعض ونهزر مع بعض ونضحك او نقول فوازير مع بعض ونعمل حاجات بالليل مع بعض. استفدت من وجودهم في المنتخب يا كابتن؟ طبعا. انت بتحط لنفسك حافز، ده انا عايز اوصل للمستوى، عايز اعدي المستوى ده. بعمل ايه؟ يبقى لازم تتمرن كتير، ولازم تتعب كتير، ولازم تحرم نفسك من حاجات كتير. كل ده بتحطه في الاجنده بتاعتك عشان توصل، لو غير كده مش هتوصل. لازم تعمل لنفسك هدف. الهدف فين؟ انا قلت الهدف نادي الزمالك، انا لازم ان شاء الله العب على كابتن سمير وكابتن هشام عزمي. لعبت الحمد لله وبيت الاساسي بتاع نادي الزمالك في الفتره الثانيه او المرحله الثانيه، ان في ثابت اكرام في المنتخب لازم العب عليهم الحمد لله. لعبت عليهم في لوس انجلوس، ولعبت عليهم في ماتشات كتيره، والبحر الابيض المتوسط وتصفيات افريقيا وكاس العالم. فرقت معاك بصفه شخصيه يا كابتن المنافسه بينك وبينهم؟ طبعا. انت بتلعب في نادي الزمالك، ده نادي كبير، ده نادي الزمالك ده نادي كبير. انت بيديك النادي ده بيديك باور وقوه. صحيح. ان انت تقدر تناطح مع اي حد ايا كان هو مين، لان هتلعب ليه. والحمد لله لعبت عليهم. هقول لك على قصه. كابتن كنا رايحين لوس انجلوس الاولمبياد، كابتن عبد صالح الوحش الله يرحمه وكابتن فؤاد شعبان الله يرحمه وكابتن النصير فتحي نصير كانوا ماسكين المنتخب. فعملوا في حتى تلاقي فاكر في اخر اربع ماتشات في الدوري قال لك مفيش لعب الدوريين عشان هنسافر ونعمل اعداد في المانيا. وما لعبناش اربع ماتشات الاخرانيين في الدوري، وخدنا الدوري. احنا كنا واخدينه بكام بفرق بنقط كتيره. فسافرنا عشان نعمل فتره اعداد. بعد فتره اعداد قال لك هنطلع نعمل رحله افريقيه، او اول بلد هنسافرها هنروح نيجيريا نلعب ماتشين، الكاميرون ماتشين، الساحل نلعب ماتشين، شوف اقوى ثلاث فرق في افريقيا طالعين نلعبهم في بلدهم. فاول ماتش قال عادل مأمون في الساعه 2 الظهر في عز الحر. قعدنا نقول هي الماتش، تعادلنا 0-0. الماتش الثاني في كانو في نيجيريا
لعب سبت البطل تعدينا 1-1. رحنا يا ويندي في الكاميرون لعبنا في اللعب اكرامي اتغلبنا 2-0. رحت انا لاعب في ياوين في دوالا في برضه في الكاميرون تعدينا 1-1 بجول كابتن محمود عثمان كان الحكم، احنا واخدين معنا حكم، الكوره طلعت عدت اوت ووقفنا على انها طلعت اوت، جه حطها جون. فقلنا له كابتن قال لك احنا دي ماتش ودي ما تخلوش الناس تيجي علينا، عدي 1-1. رحنا سافرين على فين بعد كده؟ ساحل العاج. انا اللي لعبت ماتش الماتش الماتش هناك، لعبنا ماتش واحد بس كسبناهم 2-0. جينا تصنفنا عادل مامور اكرامي ثابت البطل. لحد بقى كان بيلوي بوزه ولا حد كان بيكشر مين لاعب على مين؟ هي منافسه شريفه، منافسه شريفه، وللمدير الفني الحريه في اتخاذ اي قرار. لان كابتن عبد الله وحش راجل يعرف بصراحه فير، يعني هو عشان عمل ده كده وهو اللي صنف، مش احنا اللي صنفنا، هو اللي صنف اللي شاف المستويات المستوى اللي لعبنا بيه فهو اللي صنفنا. وهو ايه اصلا عبد الله المنافسه في الملعب يا كابتن عادل مش على السوشيال ميديا زي دلوقتي. لا دي حاجه ثانيه دلوقتي السوشيال ميديا ليها تاثير جامد جدا جدا على على على, على, ما على مجالس اداره وعلى لاعبين وعلى حكام وعلى اتحاد كوره، على كل السوشيال ميديا هي دلوقتي مسيطره على كل حاجه، ودي من ضمن المساوئ اللي انا اللي احنا عايشينها دلوقتي بصراحه. لان في ناس مالهاش في الكوره وبتطلع تتكلم وبتهاجم وناس بتسمع لها. طب ازاي؟ ازاي انت مش انت كجماهير نادي الزمالك وجماهير مصر، انت شايف الفرقه قدامك وشايفين اللي عايشين اللعيبه، انت اللي تقول ما تسمعش. انت ادم شايف ما تسمعش، سيب ودنك دي وبص بعينيك. ان الراجل ده يستاهل يبقى في منتخب مصر ولا لا؟ الراجل ده يستاهل يلعب في نادي الزمالك ولا لا؟ يلعب في النادي الاهلي ولا يلعب في الاسماعيلي؟ المفروض ان انت نفسك انت الحكم، ما تسمعش للسوشيال ميديا. ما ارميش وداني ليها. هم بيبينوا ده، لا مش ده، بيشوف بيسمع وبيشوف السوشيال ميديا بتقال ايه فبيمشي معاها، بيمشي حسب الكم اللي هو الكومنتات. ما هو اي حد بيكلم بيحط اي بوست بيروح داخلين على الكومنتات بيشوف الكومنتات ايه ويخش يوم راح الشمال يروح رايحين مع الشمال، يمين يروح رايحين مع اليمين، هو ده اللي بيحصل في السوشيال ميديا. كابتن نصر، طيب طبعا انت جبت جوال كتيره جدا، ولكن جماهير نادي الزمالك متعلقه لحد دلوقتي بمباراه جيتي زي اوزو طبعا الجزائري في سيمي فاينال بطوله افريقيا، ولعبنا مع شوتينج ستارز. ولما براجع النهارده لقيت ان احنا لعبنا الثلاث بطولات في 84 86 كمان 96 اللي كان ليا الشرف اشارك فيها كانت امام شوتينج ستارز برضه، ولكن الجماهير متعلقه بمباراه جيتي زي اوزو طبعا اللي كنا خسرنا في الجزائر 3-1، ومباراه العوده كانت في مصر وكنت احرزت الهدف الثاني وهدف صعودنا. احكي لي كواليس المباراه دي وكواليس الهدف وقصه الهدف. هي مباراه طبعا لا تنسى فعلا، هي ليه كانت اول بطوله لافريقيا 84 هنا الزمالك، وكنا مغلوبين هناك 3-1، واخد بالك؟ كان برضو بظروف الملعب والترتان والحاجات المش طبيعيه دايما اللي بتحصل مع نادي الزمالك، واتغلبنا 3-1 وكنا بنلعب ضد منتخب مصر منتخب الجزائر. كانت الفرق زمان كانت الثمانية تسعة في المنتخب بالظبط بالظبط، مش زي دلوقتي. الجزائر يا صبري في الفترة دي كانت في قمة مستواها. الجول معانا هو كابتن. طبعا الحمد لله كان ملعوب بقى. لا وكان لا الاستاد كان مقفول. الاستاد اللي عمله محمد صلاح طبعا الاوفر عامله ازاي؟ طبعا هو او نصر قاطع ازاي؟ طبعا طبعا الاستاد كان، مش عايز اقول لك يا صبري، احنا رحنا يمكن في عربية صغيرة ساعتها عشان كانت الدنيا، احنا من اول العباسيه الدنيا مقفوله. بعد الجمهور ده اللي احنا دخلنا لقيناه دوت، كانت من العباسيه قبل الاستاد بفتره الجمهور غير طبيعي. كانت رغبه وكانت عزيمه كانت الماتشات كلها العصر، كانت ما كانش فيه بالليل. وكانت الروح حلوه برضه، انا بقولها لك بصراحه، روح الكوره يعني. جماهير الزمالك معاك، جماهير الاهلي، جماهير الاسماعيلي، الناس مبسوطه وسعيده ان في. كانت بتفرق معاكوا يا كابتن؟ طبعا طبعا. والاعلام والصحافه مفيش واخد بالك، كله بيشجعك ان انت تاخد البطوله دي وتاخدها ولاول مره في مصر. ولعبنا المباراه ان شاء الله الحمد لله، ربنا وفقنا طبعا بالهدف الاولاني ضربه الجزاء بتاعت جمال عبد الحميد، الهدف الثاني بقى في اول 7 دقائق من الشوط الثاني كان هدف طبعا هو اللي هيرجح بقى الجفة، يعني لازم نكسب 2-0. زي ما انت شفت كده ملعوب من جمال لصلاح، لجمال تاني لصلاح، الاوفر النموذجي صحيح محمد صلاح، وانت قاطع من قدام الراجل السردباك الله يمسيه بالخير الكابتن جورجيلا، كان برضو من بعض دي تدريباته الحلوه، الكره العرضيه وانا باجي من الاقصى الشمال. كان بيدربكم على الكور دي يا كابتن؟ طبعا طبعا. كابتن جورجيلا مش عايز اقول عمل تخصصي بقى عصره برضو، هو اللي كان بيعمل طريقه 4-3-3 صحيح، وبعدين يقلبها 4-4-2، وبعدين يعني برضو طبعا ربنا يديله الصحه.
ليه اتدرب؟ اشتغل مع مدربين اجانب، اشتغل، كان بيحب التدريب، كان من اولاد النادي برضه اللي بيحبوا النادي. وزي ما انت شفت كده الماتش ده كان بقى مفتاح الفوز لينا بالبطوله بتاعت اربعه، وصلنا فيه الفاينل الحمد لله وكسبنا شوتنج ستارز. الماتش ده ده حاجه ثانيه خالص، ده انت في 14 لعيب منتخب. صحيح برضو هنرجع. طبعا الحقيقه انا مستمتع بالحوار طبعا مع النجمين والرمزين الكبار جدا في تاريخ نادي الزمالك. خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل فقراتنا بقى مع نجومنا واساطيرنا الكبار. فاصل ونرجع تاني لحضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد طبعا. واول فقراتنا النهارده فقره حكاوي وذكريات. هبدا طبعا بكابتن مصر كابتن عادل مأمور. كابتن عادل، اول ماتش بقى بعد ما جيت من الميه في العباسيه واول مباراه ليك مع نادي الزمالك، واحكي لي بقى استقبال اللعيبه الكبار جوه نادي الزمالك ليك كان عامل ازاي؟ طبعا لما نزلنا الملعب عشان نلعب المباراه الوديه اللي هي ايرادها هيبقى النادي المياه، ده انت ما خدتش منه حاجه ولا اخدت حاجه خالص يا ابني، احنا بنادينا ببلاش. ما تفكرنيش اصلا الواحد بيزعل والله. لعبت الشوط الاولاني انا، وبعدين الكابتن الحكم صفر بين الشوطين، كابتن طه بصري خدني جريت حوالين الملعب يعرفني للجمهور وان الجمهور بقى يسقف وبتاع. كان هو المدير الفني للفريق في الوقت الحالي؟ لا، كابتن طه كان بيلعب. كان بيلعب. هو اللي خدك للجمهور. ما هو خدني من الفريق الفريق بتاع النادي المياه وميه، وخدني ونلف بيه المدرجات حوالين الملعب عشان الجماهير يعرفني ان هو ده بقى معانا خلاص. لا، وبعدين خرجت انا بعد كده وكملوا الماتش اللي هو الودي يعني، هو اللي كان موجود بيه. بعد كده اول لما روحت زي ما قلت لك برضو كنت لسه مش متاقلم، فكابتن زكي عثمان طبعا عنده خبرات اكتر مني، انا لسه صغير، فعايز الاول لما اتاقلم واخد على اللعيبه والحاجات دي بعدين ابتدي العب. انما لا، انا كنت مستعجل، انا عايز العب على طول. فقلت لك رحت راجع على ايه المايه تاني، وراحوا جابوني ورجعت تاني وقعدت شويه لغايه ما ابتدت العب. اول مباراه كانت في نادي الزمالك مش في الاستاد، كانت ماتش اسكو، كسبنا 2-0 اول مباراه لعبها رسميه. وبعدين جه ماتش بعد كده كان فرقه اسمها بالاس، كان بتلعب في الدوري الممتاز، كسبناهم برده 3 في ملعبنا، وبدات بقى اكمل بقى مشوار تمشي عطل. بقى المسيره تمشي بقى، والحمد لله بقى كان في تفاهم بيني وبين اللعيبه بشكل جميل جدا. الروح كانت حلوه في الوقت ده جدا، وهم كمان يعني انت لما تلاقي لعيبه كبار زي كنت بتتفرج عليهم، كابتن طه، كابتن علي خليل، كابتن فاروق عفر، محمد توفيق الله يديله الصحه، غانم سلطان، جوهر الصغير، يعني مش عايز انسى حد. جيل فظيع كده. النادي بدون هو ياخدوك بقى ايه ودم خفيف ما حصلش، يقعدوا يتريقوا على بعض، تقع من الضحك. مين كان الحراس اللي كانوا معاك في الوقت ده كده؟ كان معايا هو كابتن سمير وكابتن هشام في الوقت ده برضه، وبعدين جم بعد كده. استقبالهم بقى ليك كان ازاي؟ عادي خلاص، عادي نفس اللعيبه الكبار، حارس صغير جاي واحنا الكبار طبعا، ف سنه الحياه. وبعدين جه بعد كده لما صعدوا عماد المندوب معانا فوق، وجا بعد كده من بره جابوا مجدي نصر من بنها، وبعدين بعد كده بقى بقت في التمرينات جه بقى طارق عبد العليم ونصر عبد اللطيف، دول الحراس اللي هم كانوا موجودين في الفتره دي. احنا كنا كام حارس زمان يا كابتن؟ احنا كنا اربعه. أربعة كانوا بتأيدوا في القايمة أربعة. بتأيد أربعة، لا بتأيد ثلاثة، إن طارق عبد العليم ما كانش متأيد. كان متأيد عماد وأنا ونصر إبراهيم اسمه مجدي نصر. مجدي نصر هم دول اللي كانوا متأيدين. إنما اللي كان طارق عبد العليم كان جاي بيتمرن معانا على أساس يعني ممكن يبقى معانا أو مش معانا. فبقى معانا لأنه إنسان على خلق كده وكان طيب جدا ما تحسش بيه خالص نهائي. يعني والدنيا مشيت على هذا الأساس يعني. كابتن نصر بقى يعني اول مباراه ليك في الفريق الاول، وبعدين
الهدف اللي احرزته، الاول هدف احرزته وانت في الفريق الاول، كان في شباك مين واحساسك ايه كان في الوقت ده؟ يعني كانت متعه ان انا بلعب في نادي الزمالك مع النجوم اللي قال عليها الكابتن عادل، وانا لحقتهم في الاخر طبعا، وكان اول مباراه ليا كانت مفاجاه. ازاي بقى؟ الماتش ما كملش. كنا بنلعب المحله، المحله تقريبا سنه 77 في استاد المحله، والمحله دي كانت فرقه غير طبيعيه. كان الحكم لغى الماتش تقريبا، ماتش الطوبه، ماتش الطوبه. يعني جبنا، حصل فاول معايا وانا بلعب وينج رايت في اول ثلث ساعه، حصل فاول، فاتلعبت الفاول للكابتن طه بيصر راح جايبها جول. احنا جبنا الجول هنا في اول ثلث ساعه، الله ما راح واخد طوبه. كان ماتش في المحله. كان في المحله. الماتش باظ فخلص. دي كانت اول مباراه ليك ولا كنت لعبتها؟ اول مباراه ليا ثلث ساعه. كانت اول مباراه، مش اول سابقه، دي في المصري برضو جاب جول واتلغت ماتش واتضربنا. معظوظ. وبعدين طبعا الحمد لله، النعمه من عند ربنا والتوفيق، ان تاني ماتش عندنا باللاعب مين؟ المنصوره صبري. فين؟ في استاد مصر، في استاد القاهره، واخد بالك؟ والمنصوره بقى لها 3 سنين نجومها بقى، النجوم بقى مش عايز اقول لك، بدير والشال وشاكر، حاجه غير طبيعيه. بقى لنا 3 سنين ما بنكسبهاش، فلعبت انا الايه المباراه دي، وكان طبعا توفيق من عند ربنا ان طبعا الكابتن زكي عثمان لعبني في المحله بقى، ما جيتش قعدت بقى في الماتش اللي في مصر، عشان كان ماتش جامد، ماتش المحله، لعبت ماتش المنصوره. ومش عايز اقول لك بقى صبري، يمكن من احلى الماتشات اللي انا عملتها وانا لسه صغير، عملت 3 اهداف لجوم الاجوان منهم، من احلى الماتشات. بس كنت حزين طبعا ان المباراه دي ما كانتش متسجله، ما كانتش متذاعه. عملت 3 جونين للكابتن علي خليل، وجول لصلاح الناهي، وكره في العارضه، وحاجات بقى يعني اكني ما صدقت، لقيت استاد القاهره والجماهير وبتاع. وطبعا زي ما بيقول لك كابتن عادل برضو، النجوم اللي معايا كانوا بيساعدوني، والحمد لله كسبت بقى. ومشيت بعد كده بقى، ما نزلتش بقى من الفريق الاول، واستمريت مع الفريق الاول بس، ورحت منتخب مصر وخرجت منتخب مصر. وقيس بقى على كده مبارياته، كانت متعه، وكان كل تفكيرنا في اسعاد جمهورنا وان احنا نحقق بطولاتنا. كان مضغوط علينا طبعا اعلاميا برضو، يعني دي برضو من الحاجات اللي كانت بتزعلني بس ما كنتش بفكر فيها زمان، كان اعلاميا ضغط علينا برضو. عملية المنتخب برضو كانت ضغط عليا في صغير وكبير يعني برضو، وعديناها. بس كانت فرحة نادي الزمالك بأي مكسب أو جماهيره، كانت بالدنيا عندي. ما تيجي ناخد نجم كبير كان في جيلكم، كابتن منصور حافظ طبعا، من النجوم الكبيرة جدا ومن الرموز الكبيرة جدا طبعا في تاريخ نادي الزمالك، وفي الفترة اللي كنتم موجودين فيها وفي الجيل بتاعكم. كابتن منصور أهلا وسهلا بحضرتك، مشرفنا ومنورنا. أهلا كابتن محمد. ازي كابتن محمد؟ أخبار حضرتك يا كابتن؟ ربنا يخليك يا رب، دايما دايما في صحة وفي سعادة، ومشرفنا ومنورنا، وانت احد رموز نادي الزمالك الكبار في جيل احنا كلنا كلاعيبة نشأنا على الجيل ده، وفرحنا بيكم وفرحتونا واسعدتونا دايما يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن محمد، وكوكبة الجميلة اللي منورين الشاشة الزملكاوية، دول فعلا نجوم. ازيك يا كابتن عادل؟ ازيك يا كابتن منصور؟ ربنا يخليك يا كابتن نصر. اهلا بيك كابتن منصور، رصيد الحمد. كابتن يعني منصور، عايزك تحكي لي سنه 77 نهائي كاس مصر بين الاسماعيلي والزمالك، ذكرياتك ايه مع الكابتن عادل المأمور في المباراه دي؟ انا في الموسم ده انا كنت مع الاسماعيلي. تمام. كان في استاد القاهره النهائي الكاس، كان ضد الزمالك ضد الاسماعيلي، وكابتن عادل مأمور طبعا الحارس العملاق، حارس مصر وافريقيا يعني، وانا كنت بلعب ضده. طبعا عادل مأمور كان يرهب اي مهاجم يعني بصداته وارتقاءاته العاليه وسرعه رد فعله، كان من الحراس العظماء يعني، فكان يعني من الصعب ان الواحد يجيب فيه جول. فاللي عملها بقى كابتن علي ابو جريشه، هو اللي جاب جول في الاخر، والماتش انتهى 3-1. ماتش كاس. طب احكي لي يا كابتن بقى، كابتن نصر ابراهيم، كابتن علي خليل، كانوا مهاجمين كبار جدا في نادي الزمالك، لما حضرتك انضميت لنادي الزمالك كان شكل المنافسه ايه مع الكابتن نصر والكابتن علي خليل؟ طبعا انا لما جيت من الاسماعيلي، انا اول ما جيت من الاسماعيلي انا كنت تحت 19 سنه، رغم ان انا كنت لاعب 3 دوري عام مع الاسماعيلي.
من تحت 17، كنت في الفريق الاول ولعبت مع كابتن علاء بجريشه وكابتن اسامه خليل في خط المهاجمين ثلاث مواسم دوري عام. فلما جيت الزمالك كان اول مباراه ليا يمكن النصر فاكرها كان ضد الاهلي في ملعب السكه الحديد. دي كانت اول مباراه يا كابتن. اول مباراه ليا وكسبنا 1-0 وانا اللي جبت الجول. مين من اللعيبه كابتن كان هو بقى اللي محتضنك من اللعيبه الكبار او محتويك وكان جنبك على طول وكان بيوجهك بصوره دايما؟ بصراحه هو كابتن احمد عبد الحليم، هو يعني اللي خلاني كان سبب من الاسباب ان جابني الزمالك، وكابتن حماده الشرقاوي. وفعلا لقيت اسره نادي الزمالك لما انا رحت، فعلا لعيبه احتضنوني من كبيرهم لصغيرهم. الروح كانت حلوه يا كابتن. لا كانت اسره جميله جدا، وكنا بنقعد في الحديقه اللي بره والاكل يجي لنا واحنا قاعدين، والمدربين كابتن حماده الشرقاوي وكابتن فاروق السيد كانوا حاجه جميله جدا مع اللعيبه. فكان الواحد فعلا راح نادي الزمالك كان مرتاح نفسيا جدا يعني، وده اللي خلى الواحد ايه يعني بسرعه بقى في الفريق الاول ولعب اساسي مع النجوم. طبعا كان كابتن علي خليل وكابتن حسن شحاته وكابتن فاروق جعفر، لغايه اما بقى خط المهاجمين عادل عبد الواحد ومنصور حافظ ونصر ابراهيم. كان معظم الماتشات اللي احنا لعبناها كنا مع بعض يعني. حتى حصل برضه نصر فاكر الموضوع دوت، كان في دوره في المجر. فدي كانت ناشئين. استعانوا باربعه من الفريق الاول اللي هو كان كابتن سعيد الجداي الله يرحمه وعادل عبد الواحد ونصر ابراهيم وانا. رحنا الاربعه مع فريق الناشئين وعملنا بطوله هناك ودوره يعني ابهرت الاجانب كلها هناك يعني. فنصر يحكي، ممكن يحكي بقى المواضيع دي بالذات عادل عبد الواحد، كنا تمني يعني بنهزر معاه ونضحك معاه هناك يعني. نصر اكيد هيضحك دلوقتي يعني. قبل ما اسيب حضرتك كابتن، لازم تقول لي موقف اكيد طريف حصل في التدريبات او في المباريات وكان طرف الموقف ده كابتن نصر وكابتن عادل. لا هو في كنا مره معسكرين في فندق الطيران لمباراه الاهلي. فجه كان نصر حلق دقنه وعاوز كريم بتاع بعد الحلاقه. فواحد كان معاه كريم بتاع التسخين كده، نوع كده غريب، روبالجين. فقال لي نصر خد ده حلو منه، فحط حتتين على دقنه ومسح بيها وشه، طبعا النار يعني طالعه وكده. برضه فاكرها هو نصر الموضوع دوت. كانت لذيذه. كابتن منصور انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله تبقى موجود معانا باذن الله في حلقه ان شاء الله تشرفنا وتنورنا ان شاء الله. كابتن منصور، كابتن منصور حافظ طبعا بشكرك شكرا جزيلا. منصور حافظ من اللعيبه الفراوده كويسين جدا الهايلين. صحيح. من سوء حظه ان هو انصاب اصابه الصليبي دي، كان في الوقت دوت اللي انصاب الاصابه دي على طول بيبطل. كانش فيه الطب ما كانش يتقدم زي دلوقتي. مجموعه المهاجمين اللي كانوا في الجيل ده مجموعه رهيبه جدا، وكويس جدا جدا ان انت تطلع وتحط اسمك في وسط النجوم الكبار دي، سواء في نادي الزمالك وكمان في النادي الاهلي وفي الاسماعيلي وفي المقاولين وفي الاتحاد وفي المصري وفي الانديه الشعبيه الكبيره دي، كلها كانت مهاجمين كبار جدا. فكون ان انت تطلع في وسط الجيل ده او المجموعه دي، ده انجاز كبير جدا. بس برضه في الفتره اللي احنا كنا فيها برضه كان الطب الرياضي ما كانش متقدم كده دلوقتي. دلوقتي الوتر اكيلس او الصليبي او لاعب بياخد مده معينه وبيرجع تاني اكن ما فيش اي حاجه. زمان اي حد يجيله اصابه زي دي ما كانش في حتى تاهيل، اللي بيجي له اصابه خلاص اصابه يعني. انا كسر دراعي ما عملش تاهيل، كان الرباط الصليبي بيقعد 3 سنين، بنزل الملعب على طول، بتنزل الملعب على طول. فما كانش في طب رياضي، ما كانش في دلوقتي حاجه ثانيه خالص. هو مين كان اقرب واحد ليك يا كابتن عادل في الفرقه؟ لا كتير ان احنا انا ما كنت النادي كان بيأجر لنا شقه للعيبه المغتربين، فكنت انا كابتن طه الله يرحمه وحلمي طولان ومحمود سعد، كنا في شقه واحده بتاعت كابتن صلاح زكريا كان بأجرها لنا، كنا قاعدين فيها. لا كان بيخاف علينا جدا، كنا في وقت مننا نطلع من التمرين نطلع نقعد مع بعض نتغدى ونتعشى وبتاع وناخد بعدين نروح ننام. ما في عندنا يوم المباراه ليله المباراه ما كانش فيه اصلا معسكرات
كنت بتروح تنام وتيجي على الغداء. فكنا بالليل انا وكابتن انا ومحمود سعد وعلي خليل رايحين السيده زينب والسيده نفيسه نصلي العشاء والمغرب هناك ونرجع بالليل نتعشى وننام ونرجع على التمرين. ما كانش فيه تيجوا على الغداء. على الغداء ما فيش حاجه اسمها بقى معسكرات ولا زي دلوقتي قبلها بيومين او قبلها بثلاث ايام. ما فيش الكلام ده خالص. بتروح في نفس اليوم. حتى السفر لما بتروح المنصوره بتروح في نفس اليوم. الاسماعيليه بتروح في نفس اليوم. الوحيد اللي كنا بتبات فيه ان هو المصري بورسعيد واسكندريه فقط لا غير اللي كنا بنبات فيهم. اما بقيه النشاط كلها فكان في نفس اليوم. تسافر وتلعب المباراه وترجع في نفس اليوم. كابتن ناصر نفس الكلام. انا حضرت معاهم بس بعد كده. مين بقى كان اقرب واحد ليك بقى؟ انا كان يعني برضو من الحاجه الحلوه انا كان قريب ليا بعض ناس كتير يعني كتير. كابتن احمد حليم، كابتن صلاح، حاج ملعب حميد لما جينا الزمالك، حماد عبد اللطيف، انت واخد بالك يعني. يعني انا كان ليا مجموعه كده. عادل عبد الواحد طبعا يعني كنت بحبهم وكانوا حبايبي يعني. فعايز اقول اكمل على عادل كلمه البيات بعد كده بقى العمليه اتحسنت شويه. بقينا بنبات يوم نسافر مثلا نبات يوم او نبات في اوتيل سواء المنصوره او الشرقيه أو المنصوره او حتى في مصر هنا برضو كنا نبات قبلها بيوم واخد بالك. وتحسنت لا وفي دوري بعد كده واخد بالك. بقينا نبات قبلها بيوم في الاوتيل ونروح برضو بس نروح ونرجع في نفس اليوم. والماتشات كانت كلها في العصر. يمكن برضو بعض ماتشات افريقيا اللي هي الاخيره دي كنا بنلعبها ليلا ومره اهلي وزمالك ليلا. بس كانت المباريات حلوه والجماهير حلوه. وزي ما بيقول لك الكابتن عادل كان كله بيحب بعضه. واجيال اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش. اللي بيلعب او بيلعب عايز يكسب واللي ما بيلعبش بيبقى بيتمنى ان هو يلعب في اي وقت ويشوف يعني يأدي واخد بالك. كانت حاجه كويسه والمدربين كانوا كويسين وكانت الامور كويسه. الروح كانت حلوه في كل قوي النظام قوي قوي يعني كل المنظومه. صبري كان كل همنا. انا اقول لك بصراحه انا عن نفسي وبعض زمايلي كلهم كل همنا الجمهور. ما بنفكرش الا في الجمهور. جمهور الزمالك ده يبقى سعيد واخد بالك. يعني انت مش بتفكر ان انت تبقى هداف ومش عارف وتلعب لا كل همك ان الجمهور ده يبقى ايه مبسوط كسبان. واول لما جمهورك كسبان بيبقى الدنيا بتبقى حلوه. انت بتبقى مبسوط قوي قوي. ليه؟ كان برضو بيبقى علينا انا بقول لك بصراحه كان بيبقى علينا ضغوط كتير قوي اعلاميا واخد بالك. حتى لو زي ما بقول لك عادل كان السوشيال ميديا زمان دلوقتي الاعلام كان زمان. يعني مثلا ممكن يشوفوا النهارده فرقه الزمالك دي كسبانه بتلعب ماتش على اعلى مستوى اعلى مستوى وصبري كويس ونصري وكله. وتاني يوم اعلامي للاسف او حد او بتاع يروح كاتب كلمه الزمالك دون المستوى تلاقي راحت الناس مردده الكلام. بس شوف بقى تختلف بقى ما بيديكش حقك. ايوه بالظبط ما بيديكش حقك لا خالص. الاعلام كان مسيطر سيطره كامله مع النادي الاهلي. انما الزمالك كان اعلام ما فيش عندنا اعلام. احنا كنا يعني بنحارب عشان ندخل المنتخب عشان يبقى المنتخب مش هيبقى اهلي بس. احنا كنا بنحارب عشان نخش المنتخب وبنخش بنلعب على على الموجودين. الحمد لله بتحارب. انت لما تبقى كويس وهداف وشغال وبعدين فجاه تلاقي الاطراف الاخرى مثلا بتدخل لعيبه منتخب مصر وانت ما بتلعبش او ما بتخشش منتخب مصر كنت بتحزن. ما كانش في حد بيساعدك من الاعلام زي ما بقول لك. ومين من المهاجمين يا كابتن عادل اللي كنت قبل ما تلعب الماتش بتاعهم بتعمل له حساب؟ ماتش الاهلي؟ اي نادي؟ لا ما انا بص انا من عادتي ان انا لما اكون هلعب مع ماتش وفرقه زي الاسماعيلي زي الاهلي زي المصري الفرقه اللي هي قويه جدا اللي فيها الفراوده كويسين ان انا بقى عندي كان عندي الفيديو بسجل الماتشات. لازم اسجل الماتشات دي لوحدكم لازم اسجل الماتش. ليه؟ لان عارف الماتش اللي جاي ايه بيبقى عارف هو هيلعب قبل مني. بروح مسجل الماتش واشوف الماتش واشوف الفراوده واشوف الفرقه بتلعب ازاي. انا قصدي مش المدير الفني اللي بيجيب الفيديو ويفرجوا عليه. لا انا كنت بتفرج لوحدي. لا انا اللي كنت بجيبه اقعد اتفرج لوحدي اقعد اشوف انا ايه اللي بيحصل ايه في المباراه ومكمن الخطوره فين ولو طريقه اللعب اللي بيلعبوا بيها فين مين بيشوط وهو بيجري مين بيعمل على القرب بيجري على روح على القريبه. كل الكلام دوت لازم انا لازم اذاكر المباراه. عشان كده الحمد لله كنت بوافق جدا في اي مباراه العبها لان ببقى قاري المباراه
قبل ما العب اللي هي الحاجات اللي بتحصل دلوقتي اللي هي دلوقتي اللي كنت بتعملوها من 30 40 سنه الايام ما كان الفيديوهات يعني بتتهرب عشان تخش مصر عشان من غلو الجمرك بتاعه كان كانت بتجيب لنا ناس عرب يعني ناس زملكاويه من قطر ومن الامارات ناس زملكاويه جامدين بيجيبوا لنا هم جايين معاهم الحاجات دي بتطلب منه حاجه زي تتفرج بقى 3 4 ساعات على المباراه وتعيد وتزيد وتتفرج انت لا انت بتقعد لوحدك ما فيش حد يقعد معاك يعني انا كنت عشان انا كحارس مرمى ان انا ما فيش غرائغ للشبكه اللي اي حاجه جول ممكن الفرقه نص ملعب باك سيرد باك حد يعوضه يغطيه انما ما فيش حد يغطيني انا صحيح. فبالتالي كنت بقعد لوحدي واقعد اركز ايه اللي بيحصل اثناء المباراه واحفظ وفي نقط كده بكتبها بنفسي الحاجات دي كلها هي ساعدتني كتير جدا ان انا ابقى عارف اللي ممكن يحصل ايه وبعرف سيمتريه المباراه بتمشي ازاي وابتدي اتعامل معاها عشان كده كان الحمد لله تبقى كل حاجه ماشيه بطبيعتها. كابتن نصر طب المدافعين اللي كنت بتلعب عليهم بقى هل كنت بتعمل زي الكابتن عادل تتفرج عليهم تشوف تحركاتهم ازاي او امكانياتهم ازاي هل ده بيشتغل معايا بخشونه لا ده بيلعب معايا بالدماغ ولا ده بيلعب معايا بالتوقع ولا كنت بتلعب المباراه وبتلعب على امكانياتك انت بس؟ بلعب المباراه بس كنت عامل بعمل حسابي برضو للنجوم. مين بقى اللي كنت بتعمل كانت نجوم كبيره قوي في جميع الانديه يعني لو قلت لك بدايه من الاهلي ماهر همام والكابتن مصطفى يونس والله يرحمه الكابتن محمود صالح وحشيش يعني بقول لك في الاسماعيلي كان مين كان طارق زين على محمود جابر على محمود حسن على حسام اسامي واخد بالك في المنصوره تلاقي بدير تلاقي حسام جويبه في المصري عبود الخضري يعني اسامي في الاتحاد كل دول معظمهم كانوا في المنتخب برضه كانوا لعيبه كبيره كانوا جميع الخطوط يا صبري الفرقه كانت كامله كنت تبقى حافظ من فرقه اسكو البلاستيك تبقى حافظ لعبتها كلها كنت بتتفرج بقى ولا انت حافظ يا كابتن انا بتفرج طبعا بتتفرج زي كابتن عادل طبعا بتفرج برضه زيك طبعا خلي بالك يا صبري يمكن الكابتن ذكر حاجه كان زمان الاعتماد شخصي يا صبري الاعتماد شخصي تعتمد على نفسك النهارده لما بيجي لك اصابه كشف كده لكن انت بتعتمد على نفسك تروح تعمل علاج طبيعي حتى في الجيم. الاصابه في الاصابه لازم تخفف نفسك انا بقول لك بصراحه عشان ترجع عشان ترجع في كل حاجه كان الاعتماد ما انت لو قعدت مش هتشوفها تاني عايز تلعب لان في ناس بتدسب وراك يعني لو دخلت خلاص كان انت اعتماد شخصي في كل مش حاجه هتبقى موجود فتره الكور او الماتشات او اللعب الالعاب اللي احنا كنا بنلعبها مثلا عايز تسدد على المرمى لا تيجي تلت ساعه قبل التمرين او بعد التمرين تسدد تلعب كور عرضيه تطلع بدماغ يعني كلها كانت حاجات تشوف النواقص اللي عندك وعايز تشتغل بيها في التمرين بالزبط. انت نفسك طبعا طبعا عشان كان صراع رهيب بس كان صراع بشرف وما بتلعب بتبقى عايز تبقى كويس عايز تبقى الناس برضو ما تهاجمكش الناس تشجعك الناس بتحبك فانت عايز الزمالك يكسب حاجات كتيره قوي مش زي دلوقتي كان في حرص منكم يا كابتن نمره واحد ان انا جمهور نادي الزمالك ونادي الزمالك ثم عشان ابقى كويس دي اهم حاجه اول حاجه قدام عينيك هي جمهور نادي الزمالك ونادي الزمالك ونادي الزمالك وتاني حاجه انا عايز العب بالظبط والمكسب ليه يعني برضو كان الجمهور ونادي الزمالك لازم يدعموا المكسب ليه المكسب بيخلي النادي يبقى قوي واخد بالك والحقيقه يا كابتن يعني حب الناس لحد وقتنا هذا وحب جمهور نادي الزمالك وتقديره ليكم الحقيقه ده مش من فراغ بعد اللي انتوا قلتوه ان انتوا بتشتغلوا على نفسكوا ذاتي ان انتوا حرصكوا على جمهور نادي الزمالك حرصكوا على نادي الزمالك انه يبقى في افضل واحسن صوره وفي النهايه خالص بتفكروا في نفسكوا ولكن في البدايه هو نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك انا مستمتع بالحوار معاكم هنطلع بس فاصل قصير اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل حديثنا الشيق مع نجومنا واساطيرنا الكبار كابتن عادل في دولاب الاسرار عايز من حضرتك سر ما قلتوش في اي مكان قبل كده تقول لنا عليه هو مش هو ما يعتبرش سر بس هو عشان بس هتعرفوا احنا بنحب جماهير نادي الزمالك دي والنادي دي وممكن نضحي بحاجات كتيره عشان اذا كان بمستقبلنا في الجامعات او بمبالغ فلوس كتيره كانت الناس كان عارضين علينا المدربين زي في كان في 84 كان في ماتش اللي هو جيت في الجزائر انا كان عندي تاني يوم بعد الماتش على طول واحنا في السفر عندي تاني يوم امتحان ماده واحده اخد بكالوريوس عشان اسافر بقى انا كده مش هقدر ايه
احنا كنا بنسافر بنرجع بعد 6 ايام ولا 7 ايام. بتقعد في المطارات بقى وتنام في المطارات وتجيب اكل بقى معاك والحاجات دي. فكنت عندي امتحان فجيت قلت للكابتن ورجيله انا عندي امتحان ومش هقدر اسافر. قال لا ازاي مش هتسافر؟ لازم تسافر والفرقه وده احنا في دول الاربعه. قلت له انا عندي ما عنديش امتحان بكالوريوس دي ماده واحده اللي هي الدور الثاني هامتحنها وهاخد البكالوريوس ممكن العب الماتش الثاني. قال لي طب احنا رايحين كنا بنلعب في الجزائر ماتش الفرقه اللي بتلعب الترتان اللي هو الناعم اسمه ترتان دوت. فكنا لازم كان بدايه الترتان يا كابتن علي اللي هم في الجزائر الوحيده اللي عندها واحد مصر ما كانش عندها اللي هو بيشوك ده. لا مش بيشوك ده كانت ناعم اللي هو زي البساط ناعم غرقوا ميه اللي هو ده ما هو ده يوم الماتش مغرقوا ميه. فقال لي هنسافر قبلها بيومين غرق ميه مع الرابر كمان اللي موجود في الملعب مش رابر ما كانش فيه رابر ده كان نوع سجاد خالص زي الموكيت ما فيهوش رابر خالص. فقال لي هنسافر نلعب في الاردن عشان الاردن فيها نفس الترتان دوت هنلعب هناك ماتشين ونتمرن هناك عشان نتعود على عشان نتعود فانت هتيجي معانا بس عشان الاجوان اللي موجوده تبقى عندها ترفع معناتها النفسيه المعنويه وكل الحاجات دي كلها. وبعدين واحنا راجعين هننزل ترانزيت في القاهره وبعدين احنا نسافر وانت اطلع عشان الامتحان. قلت له ماشي خلاص اروح معاكم. رحت اول ماتش كان عماد المدول بيلعب حصل بعد اخطاء كده شويه وبعدين قال لي هتلعب الماتش الثاني. لعبت الماتش الثاني واحنا راجعين قاعدين في الفندق قال لي كابتن ابو رجيله معايا وممكن تتصل بيه تقول له. راح نادي لي في الغرفه عنده قال لي بص انا هديك 2000 جنيه 2000 جنيه دوت كان مبلغ جامد اللي خده نادي الميه. انا النادي الميه ده كان فيه 2000 جنيه هو قال لي خد ال 2000 جنيه قال لي هديك 2000 جنيه وتسافر معانا ديك لوحدك ومن هناك هندبر لك من ازاي تسافر على طول في نفس اليوم وترجع هنا على الامتحان الساعه 9. قال لي بعد ال 2000 جنيه خلاص بقى وانا مش عايز ارجع قلت له خلاص كفايه قلت له كابتن رجاله طب ماشي انا عايز بس ايه اجمع نصر كان موجود اجمع اللعيبه بس كلها في الغرفه عندك هنا. فرجع بقى جمع اللعيبه وقلت لهم يا كابتن قدام اللعيبه كلها انا كابتن شاهين كان رئيس البعثه في الفتره دي قلت لهم يا كابتن الكابتن ابو رجاله عارض يعني المفروض ده سر بينه وما بينه ما يتقالش يعني هيديني فلوس طبعا ما ينفوش ما اقولهاش. قلت له الكابتن ابو رجاله عرض عليا 2000 جنيه عشان العب الماتش اسافر معاك والعب الماتش وانا هسافر والعب الماتش من غير ما اخد ال 2000 جنيه وسافرت بس والله ده بس ده كان اسوأ ماتش لعبته في حياتي وما خدش ال 2000 جنيه ما خدتش حاجه ما هو سأل وسأل الكابتن ابو رجاله وسافرت ولعبت ماتش وحش جدا ان كل تفكيري ان انا هخلص الماتش هسافر هطلع من جيت من البلد ديت هروح لسه المطار ده سافر العاصمه وبعدين اخد طياره الساعه 6 الصبح بعد تسافر 3 ساعات تنزل مطار القاهره يكون في عربيه مستنياني توصلني المعهد التعاون بتاعي في السيده زينب مش عارف الحته هناك اسمها ايه نسيت اسمها القصر العيني ايه القصر العيني القصر العيني كان في القصر العيني هتاخد عشان تخش الامتحان وامتحن كل ده تفكير. وبعد الماتش انا لعبت اسوء ماتش في جولين انا تسببت فيهم وكانت اسوء ماتش لعبته في حياتي هو ده. بعد المباراه كابتن الله يرحمه احمد رفعت واخدنا في العربيه ده جابوا لنا عربيه السفاره طلعنا على المطار وصلنا الساعه 6 الصبح المطار ركبنا الطياره على اساس ان كل ده ماشي بتسلسل ان انت هتيجي على الامتحان بقى هخش على الامتحان الساعه 9 ثلاث ساعات من 6 ل 9 والعربيه هتوصلك في حوالي نص ساعه. فلقيت احنا قاعدين انا والكابتن احمد رفعت لقيت الطياره قال لك الطياره عطلت. ايه عطلت؟ مش مكتوب لك النجاح في السنه دي. ايه عطلت ازاي يا جماعه؟ قال لك الطياره عطلت هنغير الطياره. فقلت خلاص هغير الطياره هنغيرها هتمشي هننزل نركب. قال لك قدامكم ساعتين عقبال ما نغير الطياره. طبعا وصلت ركبت الطياره وصلت الساعه 12 كان الامتحان من 9 ل 12 خلص الامتحان انتهى وانا ما سقطت وخسرنا المباراه. ادي يا عم ادي سر خسر الفلوس وخسر المباراه وخسر كل حاجه وجات النصر. يعني كان بيحصل حاجات خفيفه كده بس في حاجه بس ما انساهاش لغايه دلوقتي. كنا في رومانيا وكابتن فاروق جعفر قاعدين بقى اللي كان فتره اعداد كانت معسكر وبعدين كان مثلا سين النهارده ليه الثلاث فقال لي ده احنا مش عارف النهارده ايه قلت له النهارده الثلاث قال لي لا ده احنا سابقين مصر بيومين النهارده الخميس. واقنعك بكده اقنعني معقوله قال لي عشان التغيير دي برضو من الحاجات الوقت في حاجات كتيره برضو مع عادل حصلت ومع محمد صلاح كانت لذيذه. طب ايه بصفه شخصيه مع الكابتن عادل؟
قول ما تقلقش في الماتشات المهمه. كنا بنبقى في المعسكر وقاعدين، لا عادل ده في وادي تاني داخل الحمام وخارج بيكلم نفسه، راح فين عادل؟ مع نفسه، عايش مع نفسه جد هو كابتن حتى وهو بيلعب بيفكر، واحنا قاعدين مثلا نلعب على حاجات كوتشينا، نلعب اي حاجه، هو تلاقيه ايه مع نفسه كده، واخد بالك، ومركز في الماتشات لما لازم اعمل كده. انا اخر واحد يا جماعه، انا اللي بشيل الشيله. صحيح. كويس بيسقفوا لي، مش كويس بيشتموني، ما هو ده اللي في كل الخطوط هتتعوض، لكن الخط بتاعك خلاص هو اخرك جول. انا من ضمن برضه الحاجات برضه ان هي كان انا بنام لوحدي في ماتشات المحليه في الدوري هنا، ما بنامش مع حد، لان انا ليا طقوس، اللي انا لازم انام بدري واعمل في حاجات بعملها، اقرا قران وحاجات حتى في المنتخب كده. في كل لا منتخب لازم بتبقى معاك اثنين، معاك واحد في الغرفه، فطبعا بيشوف. كان مين دايما بيبقى معاك يا كابتن؟ كان محمد صلاح على طول معايا في الثالثة، ومره فاروق جعفر اللي حصل. كنت بتنيم الكابتن محمد في بدري برضو؟ كان محمد صلاح بينام زي بس لما بينامش فاروق جعفر يبقى بينامش. حصلت معانا واحنا بنلعب، كسبنا الصفاقس هنا 3، ورحنا هناك كنا العقرابي ومش عارف، قعدوا بتملينا عاملين لنا هيصه. ده كان افريقيا؟ فرقه جامده كانت بتاعت صفاقس. فانا قرعتي جت مع فاروق جعفر في الغرفه، فانا بنام بدري بعد بتاع الشهيد، بروح انام بدري، بريح كده وانام بدري، لقيت هو كل شويه يخش شويه ويطلع. انا عايز انام. فقلت له بص دلوقتي انت هتخش ولا هتلعب؟ عشان انا عايز انام. قال لي لا انا ايه، انا هخرج. قلت له طب ماشي خلاص. انا خلاص بدات انام ولسه بغمض وبتاع، لقيته فتح الباب ودخل. اقول له ما ده، قلت له اطلع بره، خد بعضه وراح. راح عند ابراهيم يوسف، ما جاش لغايه الصبح. قلقان منك. خلاص بقى ما جاش. قلت له اطلع بره خلاص، هي انتهت بره يعني بره، مش لو دخل هيبقى في مشكله بالنسبه له. راح لغايه الصبح، نام هناك، وجالي الصبح قال لي انا مش هنام معاك تاني. طب وكابتن نصر له حواديت معاك؟ كتير اكيد. هو بيقول لك بقى يا عم، لا انت تقول يعني، لا هو يقول لك بقى، هو يقول لك يا عم، هو يقول لك. اتفضل يا كابتن. عادل كان هو، انا قلت لك كان بيبقى مشدود في الماتشات قوي في بتاع المسؤوليه، وانا كنت بحب اضحك واهرج، فكنا لازم ننكش شويه. وكان محمد صلاح طبعا الله يمسيه بالخير. بس مره كان صلاح بيصلي الامام على طول. هو عايز يصلي الامام. ما تقلقش يا كابتن امام، قول. في الامام يعني. هو احنا بنصلي، فكان محمد صلاح بيصلي الامام. ازاي محمد يصلي الامام؟ لازم عادل تعالى. فراح محمد صلاح راح جايبه يصلي الامام. فبيصلي، فقرا اول سوره ثاني سوره، مش عارف يقول ايه. كلها في زامبيا، كلها في زامبيا. خدني ورحت احكي. دي برضو من الحاجات الجميله اللي كانت بتحصل، من الاسرار والنوادر والحاجات الطريفه. كنا بنضحك، كنا جو العيله وبيت العيله اللي كنتوا عايشين فيه. خلي بالك يا صبري، احنا خدنا مره ماتش زامبيا ده، انا فاكر ريد ديفلز، خدناه بتاع 20 يوم. تخيل 20 يوم رحنا الماتش على 3-4 ايام، ورحنا اسبانيا قعدنا. كل ده كان ضحك، كل ده الله عشان تعدوا الوقت الصعب رفعت. والله يمسيه بالخير الكابتن ابو رجيله، الكابتن ابو رجيله ضحك متواصل ونايمين على الارض. وما انساش الجلابيه بتاعت الاستاذ عبد الفضيل طه. انت من فوق من الاوضه نازل لابس الجلابيه مخططه حتى في جيلنا. والله العظيم معانا كده برضه المستشفى، اللي هو المستشفيات اللي بيخش المستوصف والحاجات دي، داخل اكنه راح يتعالج. لا لا لا، احنا فاروق جعفر خده وعمل فيه ايه؟ احنا خبى الجلابيه. هو نازل ازاي بقى؟ بص، ما هو ينزل عشان ياكل، لازم يلبس الجلابيه. ايوه. لما عندوش غير الجلابيه. فراح اعمل ايه؟ راح ماخدها، قال لي خلانا جبتها، انا اللي طلعتها من جوه، رحت جايبها من جوه ورحت مديها له، هو راح مخبيها، ما نزلش لا فطار ولا غدا ولا عشاء. مفيش غيرها. مسكنا بعد كده في الصحافه، في الجرايد، في الجريده، بهدلنا. هو كان كمان ماسك مجله الزمالك. كان ماسك في وقت هو المسا كمان. كان من الصحفيين الممتازين قوي المحترمين قوي، الله يرحمه. الله يرحمه. من الناس اللي الواحد بيحترمه احترام غير طبيعي. صحيح. برضه احنا برضه تعبنا
طبعا يا صبري، هو في السفريات دلوقتي انت بتبقى طيارات خاصه، احنا كنا ننزل في المطار عشان تسافر تاني يوم، لازم تقعد في المطار، ما فيش فنادق، تقعد في المطار. كنا بنجيب معانا البلوبيف والجبنه الرومي والعيش، الحاجات اللي هي ما تبص هنروح لها ها حاجات. طالما اتكلمنا على الصحفيين كابتن عادل كابتن نصر، خلونا طبعا نروح لفقره مهمه جدا وهي فقره منشات. وابطاله ورجاله وابطال مصر ولقب مصري غالي لنادي الزمالك، يفوز نادي الزمالك باللقب والبطوله ويرفع رصيده من الالقاب. جول جول، هدف الكاس، هدف الكاس، الدوري في ميت عقبه، الدوري في ميت عقبه. في فقرة منشط على كابتن عادل كابتن نصر، نشوف اتكتب عنكم ايه وتعلقوا لي على احداث المنشط اللي هيطلع لكم على الشاشه حالا. طبعا بعد حرج بالغ، ده كان في الاهرام سنه 75، فاز الزمالك على شركه المياه 3-1، ودي كانت بتشهد تالق عادل المأمور. هي دي الماتش دوت، هو الماتش دوت كان في دور ال 16 في الكاس، كنا كسبنا بلاستيك وبيلعب مدور ممتاز وسكه الحديد، ده 1-0 وسكه الحديد 2-0. فكنا طبعا هنلاعب الزمالك والماتش الماتش هيتذاع، واحنا عمرنا احنا الحياه شعبيه كلنا وناس على قدينا، ما لقونا هنطلع على التلفزيون والناس هتتفرج علينا كلنا ما نمناش. خلي بالك احنا لما كناش كنا نمنا وكنا مرتاحين وكنا عاملين يعني استعدادات، احنا كنا ما عندنا من نتيجه ثانيه غير كده مع الزمالك. لا ما تقدروش. ماشي كمل. والله بكلمك جد، بس احنا كلنا كنا عارفين ان احنا الناس اهالينا في الحي بتاعنا هيشوفونا بتاع، ما نمناش طول الليل، فعشان كده اتغلبنا 3-1 بس بصعوبه، مش بسهوله ابدا. وده الماتش اللي برضه اللي خلانا الكابتن بالرغم الخساره كابتن عادل، ولكنك تالقت في المباراه دي. الكابتن علاء الحمولي على طول، بقول لك ثاني يوم كان موجود عند في بعد المباراه دي على طول، بعد المباراه على طول. بعد ما شاف المباراه وشاف ماتشات قبل كده، كنت بنلعب 21 سنه كنت بلعب قدام نادي الزمالك، كنت بتالق في الماتشات دي كلها، فهم شافوا ان ده ممكن بعد كده ان يبقى في نادي الزمالك مع التغيير في النمط التدريبي والمعيشه اللي هو عايشها اللاعب الكحيان دوت، حارس الكحيان دوت. العين يا كابتن عادل في التوقيت ده، بالرغم ما زي بقول لحضرتك انت دخل فيك 3 اهداف، ولكن العين اللي شافتك عارفة المستوى الفني بتاعك بغض النظر عن الأهداف أو نتيجة المباراة. طبعا انت بتتكلم مع كابتن علي شرف موجود، يا سلام، كابتن الجوري كبير موجود، كابتن ناس عظمة، علاء الحمولي موجود، يا سلام، كابتن احمد رفعت موجود. لا في اسماء كبيرة من عينها كانت كويسة جدا جدا. كنتوا محظوظين يا كابتن عادل مع الجيل ده. طبعا انت بتتعاد دول رغم دول ان هم ما تاخدوش شهادات عاليه جدا في التدريب، انما هي الخبرات بتاعتهم ذات ان هم كانوا بيتمرنوا او لعبوا او اشتغلوا مع مدربين اجانب، قدروا ان هم زي الكابتن بيقول كده، قدر ان هو يعرف كل كبيره وصغيره في التدريب. صحيح. وقدر يطبقها علينا ونجح، ونجحنا في الموضوع دوت. نروح المنشط الثاني، ده منشط طبعا كتبه الاستاذ عباس لبيب في الاهرام سنه 78 كابتن نصر في 7 فبراير، ودي كانت مباراة المحلة في الدوري، دي أول مباراة ليك، قرار جريء للمرشدي ليلغي مباراة الزمالك والمحلة لإصابة مساعده بحجر طاش. بصري يسجل هدفا يثير شكا فضائيا في إلغاء المباراة، عسى أن يندم من سبق طعمهم لرزق شحاته. احكي لي بقى كواليس المباراه دي، كانت اول مباراه ليك. دي المباراه اللي انا قلت دي اول مباراه ليا في مع الناشئين، وكانت مباراه يعني برضو كانت مباراه الكابتن زكي عثمان طلب من اكتر من لاعب انه يلعب ناحيه اليمين، ما فيش حد لعب، فاخترني انا لعبت، فكنت بلعب المباراه دي مع فريق المحله، مش عايز اقول لك اسال عادل يعني كانوا غير طبيعيين، عماشه عمر عبد الله السياجي سعيد عبد الجواد، يعني عارف وانا حاجه كده لسه صغيره 17 سنه في ملعب جماهير وفرقه، واختارني العب المباراه ديت. طبعا برضو ما صدقت ان انا هلعب. كنت خايف يا كابتن؟ لا انا ما عنديش حته الخوف،
انا هو بس التوفيق بتاع ربنا، لكن ما عنديش حته الخوف. انت بتلعب جنب العظيم حسن شحاته، حسن جنب كابتن علي خليل، في اخر سنه ليه كابتن طه، مجموعه ترعب يعني صراحه. كانت مجموعه، ولكن ما خفتش؟ لا ما خفتش، هي بس عمليه الفرقه اللي انا بلعب ضدها، وبعدين لجنه الحظ رحت اللعب مع مين ضد باك رايت الكابتن ابراهيم حسين، عارف حاجه كده، كانوا كلهم قامات فظيعه فرقه المحله في عمر عبد الله. ولعبت المباراه، وبرده من توفيق ربنا برده اللي بيحصل، الظروف اللي حصلت ديت، اني برده فاول معايا انا في اول 10 دقائق تلت ساعه كده اتحسبت فاول من على خط ال 18 من على الجنب كده، خد بالك، اترفعت الكوره. طبعا الكابتن طابس كان من اللعيبه الله يرحمه المميزين، هدر الله يرحمه، وهو فنيا واخلاقيا الله يرحمه، ولعب وجاب الكوره جون. طبعا ما نعرفش ايه اللي حصل، كان لعيب كبير قوي كابتن طابس، كابتن ستايل وشحاته ومروح، لا دول حاجه ثانيه. انت لما يطلع شيء ما خدش حقه قوي حبيبي، لما تطلع اللعيب لعيب وسط الناس دي عمره ما يخاف، الناس دي كلها هو دول سند وظهره في الملعب، هيأدي ومش هيخاف من اي حاجه، هم كمان بيدوك ثقه، العب ما تخافش ومتع نفسك. كلمه متع نفسك دي يعني انت اعمل اللي انت عايزه في الملعب، ما حدش هيتكلم معاك. دي كانت ثقافه بتتوارثها الاجيال يا كابتن عادل، يعني احنا لما طلعنا برضو كان الجيل بتاعنا الكابتن اسماعيل يوسف، كابتن الشمياء، كان الكابتن اشرف قاسم، كابتن احمد رمزي، كابتن حماد عبد اللطيف، يعني كان جيل كبير جدا وعظيم جدا وحقق انجازات كبيره جدا، برضه لما طلعنا احتضنونا وكانوا بيواجهونا بشكل جيد جدا، ان احنا نقود المسيره. هم اتعاملوا كده صبري، هم اتعاملوا معاهم كده، فلازم نتعامل، بتتوارث الاجيال، بتسلم اجيال، فكله اتعلم من ان انا قبل كده اتعامل معايا كده، فلازم اشوف الشاب الصغير الناشئ اللي جاي لازم اقف في جنبه واقف في ظهره عشان نادي الزمالك يفضل يكمل مشواره. صحيح صحيح. يعني انا افتكر يوم ما ابتدينا يعني الصغيرين طلعوا، كابتن ابو جريه طلعهم، كانت مجموعه مش عايز اقول لك عدد ايه، اسماعيل، اشرف قاسم، احمد رمزي، حمد عبد اللطيف، ايمن يونس، هشام يكد، مجموعه مش عايز ايه، فرقه اللي هي الفرقه كملت زي ما انت بتقول. طلعنا احنا بقى، هم كانوا بيقودوا المسيره بعدكم على طول. كانت انا بقول لك دي حاجه حلوه، حاجه جميله، صدقني صدقني. صحيح. اتمنى انها ان شاء الله ترجع باذن الله. كمان النواحي الماليه، كمان توفيق النواحي الماليه مهمة أوي في الموضوع دوت. نروح للماتشات اللي بعد كده. مصر مع زامبيا الليلة في تصفيات إفريقيا لكأس العالم، اللقاء أكثر من حرج بالنسبة لسمعة الكرة المصرية. ده طبعا كان في الأهرام في 15 يوليو 77 كابتن عادل، ودي كانت أول مباراة دولية ليك، وكسبنا المباراة 2-0 تصفيات كأس العالم، كان اللي أحرز كابتن فاروق وكابتن حمامة، وكان شارك من الزمالك عادل مأمور، محمد صلاح، صبر المنياوي، سامي منصور، فاروق جعفر، الخواجه علي خليل. دي ليها قصه، دي الماتش ده ليه قصه. قبليها هو كان في نيكوفيتش هو اللي كان ماسك الفريق منتخب مصر، فعمل معسكر في الاول خالص من قبل ما نلعب المباراه دي، فما رحت المعسكر لقيت سابق اكرامي وحسن علي وانا موجودين، فبقول للمدرب كان الكابتن الجندي الله يرحمه كان هو المدير الكوره في الوقت دوت، فرحت بقول له انا هلعب ولا مش هلعب، انا بلعب في نادي الزمالك اساسي، انا هلعب ولا مش هلعب. فراح اتكلم نوكوفيتش كابتن الجندي، قال له عادل مأمور بيقول كذا 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 كذا، قال له لا انت مش هتلعب دلوقتي، لا انت من بعدين هتلعب، قلت له لو مش هلعب انا همشي، وخدت في شنطته ومشيت. بعديها بثلاث اربع ايام لقيته بيجابوني تاني، قالوا لي انت اللي هتلعب ماتش زامبيا، ولعبت ماتش زامبيا ولعبت ماتش كويس جدا، وكان ماتش بالليل وكان جماهير كبيره جدا، وكان ماتش يعني كان صعب علينا ان هل النتائج كانت مش جيده في التصفيات؟ لا النتائج ما كانش كويسه، علشان كده اتكتب ان المباراه حرجه بالنسبه لسمعه الكره، عشان احنا ما كناش كده، ما كناش لو حصل اي مشكله وكنا هنلعب لسه الماتش الثاني هناك في زامبيا، حتى في الماتش ده بعد الماتش ما كسبنا قبل ما نسافر انا انصبت في الرواد الداخلي، وسافر قالوا لي برضه هتسافر معانا، كنتش هسافر، قال لي هتسافر معاه، وتعالجت بحاجات مسكنات مش بقى مش علاج طبيعي والكلام ده، مفيش الكلام ده في الوقت دوت. فسافرت واكرامي لعب الماتش اللي هناك وانا قعدت له احتياطي في الماتش دوت. نروح الماتشات اللي بعد كده. طبعا ده كان منشيت في الاهرام في 6 اغسطس سنه 78 كابتن نصر، طبعا مصر كانت بتلاعب تونس وخسرنا 1-0، وانت نزلت في المباراه دي مكان كابتن حسام عبد الغني، كتب منشيت قالوا الليله ناشئوا مصر وتونس في
تصفيات كأس العالم للكرة مهمة شاقة لبراعم الكرة المصرية تتطلب مؤازرة ومساندة. طبعا ما انساش المباراة ديت وما انساش قبل المباراة ديت. إيه انا كنت طالع بلعب في نادي الزمالك وكنت يعني اسما ساعتها كانت في بعض اللعيبة لعبت كانت لسه ما لعبتش في الفريق الاول في انديتها. كان معانا فرقة فظيعة، كابتن شوبير على حازم على الله يرحمه على مجموعة جمال حمزة ترسانة لعيبة كتيرة قوي، بس كانوا لسه ما ايه اكتريتهم ما لعبوش في الفريق الاول. انا كنت لعبت في الفريق الاول والحمد لله، كنت انا وابراهيم يوسف دخلت المنتخب الناشئين. ما انا بقول لك عشان كده كان ظروفي. ايه اسباب التفوق التونسي في الوقت ده كابتن، سواء في الناشئين او في الفريق الاول؟ هم طول عمرهم التوانسه كانوا من صغرهم، ولكن احنا كان عندنا برضو جيل ولاعيبه كبار جدا، بس ما كانش عندنا احتكاك وتدريبات. احنا كان عندنا المنتخبات تتلم قبلها باسبوعين ثلاثه كابتن او باسبوع، واخد بالك؟ وكان في مجاملات برضو. انا بقول لك بصراحه كنت لازم اجامل الانديه كلها زمان زي دلوقتي او في الفترات الاخيره، واخد بالك؟ لازم اكمل ده وجمل واجيب من الاسماعيلي واجيب من المحله واجيب من، واخد بالك؟ ها عشان الانديه كلها تبقى مشاركه في منتخب مصر. وما كانش فيه سفريات مباريات وديه، ما كانش فيه، لا ما كانش فيه اهتمام يعني، واخد بالك؟ كانك بتيجي تلعب على الماتش بس، حتى مع الفريق الاول كده. لو عملنا ماتش ودي بيبقى بيلعب مع بلاستيك بيلعب مع اسكو، ما كناش بنكمل، ما كانش فيه احتكاك. لكن احنا كنا بنلعب فرقه تونس، كان فرقه تحس ان اللعيبه كبار طالعين في اوروبا، وتونس انت عارف كان بتخرج على طول تلعب ماتشات معسكرات النصر في فرنسا، بيعملوا معسكرات في فرنسا وبيلعبوا ماتشات في فرنسا. كانت تفرق، ما كناش احنا بنعمل، احنا لا احنا اسكو بلاستيك معسكر في الاسماعيليه، في اسماعيليه لمده اسبوع، وتمرين ماتش مع الاسماعيلي، ماتش مع فرقه قارات الاسماعيليه، الكلام ده كله بتعمله وخلاص وتيجي تلعب الماتش. تعالوا نروح للماتشات اللي بعد كده. طبعا كابتن نصر، الزمالك يتعادل مع الاهلي 2-2 بعد مباراه قويه ويفوز ببطوله الدوري العام لكره القدم. شباب الاهلي ادوا مباراه طيبه وفشلوا في استغلال الفرص، والزمالك نجح في خطته الدفاعيه واستغلال فرص التهديف. طبعا ده كان في الاهرام في 14 يوليو 84، وده طبعا كان فوز الزمالك بالدوري العام ومشاركه نصر ابراهيم بعد غياب وتسجيله اول اهداف المباراه. انت قلت بعد غيابه، المباراه دي كان ليها برضو يعني حاجه، طبعا الحمد لله كان بقالي يجي 3 أشهر أو 4 أشهر عندي اصابه صدري، كنتش بتلعب بعيد عن المباريات. وطبعا ابتدينا قبليها باسبوع، قبل الماتش بقى باسبوع شديد بقى، كنت بحب الماتشات اهلي وزمالك قوي يعني، اعرف ان ماتش اهلي اعمل كل قصاري جهدي ان انا اخف عشان ابقى موجود. كان بقى بيمنعني لما تبقى الاصابه كبيره قوي، وحصلت في ماتشات كتيره مع مدربين اجانب ومصريين كانوا بيطلبوا مني واقول لهم انا خلاص مش قادر، واخد بالك؟ المباراه دي فوجئت طبعا وانا في المعسكر وبتمرن جامد ودوست على نفسي، فوجئت بقى طبعا الكابتن ابو رجيله والكابتن احمد رفع قالوا لي تعالى، كابتن احمد الله يرحمه، انا ما انساش، قالوا لك هتبدا، قالوا قبلها بيوم، اخدوني ورحنا السيده زينب برضو عشان انما طول الاسبوع ما كنتش حاسس ان انت هتلعب. انا بتمرن عايز العب، بس ايه اتحط او ما اتحطش دي بتاعت المدير الجهاز الفني طبعا. ورحنا السيده زينب صلينا ركعتين وصلينا العصر انا فاكر، وقال لي بكره يا نصر ان شاء الله. كنتوا بتروحوا الفرقه كلها مع بعض؟ لا انا رحت في المطره دي، انا رحت انا بس، انا وكابتن ابو رجيله وكابتن احمد رفعت، كان ليهم صديق هم في السيده زينب كده بعض الاولياء يعني، فرحنا قعدنا وصلينا وجيت تاني يوم نزلت المباراه، وكان بقالي بقول لك 3 أشهر ما لعبش اصابه، والحمد لله والحمد لله من التوفيق برضو بتاع ربنا ان في اول 13 دقيقه طارق يحيى برضو بيرفع كوره من كوره الجميله دي طبعا. وانا اطلع في وسط مدافعين النادي الاهلي وبحطها في دي برضو من احلى الاجوان، بس هي مش باينه في هي اتلعبت، انا لعبتها في الزاويه البعيده يا صبري، خلي بالك خبطت في العارضه ودخلت، بس الكاميرا مش مبينه، واخد بالك؟ دي من الماتشات ودي اللي ساعدتنا بعديها كواشه جاب جون وهم تعادلوا، خدنا الدوري في الموسم ده. دي من ضمن الماتشات الاربعه اللي هم الدوليين لا زمالك ولا اهلي لعبوا،
قال لك الدوليين مش هيلعبوا عشان يسافروا يعملوا فتره الاعداد بتاعه لوس انجلوس. فدي من ضمن الماتشات اللي ما لعبناش احنا كنا بنتفرج في المدرج. دي ماتش من ضمن الماتشات دوت كان ماتش صعب علينا بس جدا. بس كنا حسمنا الدوري قبل الماتش ده كابتن؟ لا كان المكسب لينا التعادل لينا او المكسب بس الاهلي لازم يكسب. كان قبل ما يمنعوا اللعيبه الدوليين من ان يلعبوا المباراه كان في هم اربع ماتشات كنا فارق 3 بونت عن النادي الاهلي. تعادلنا ماتش المصري وتعادلنا واتغلبنا ماتش المقاولين وتعادلنا خسرنا المصري تقريبا خسرنا المصري وتعادلنا المقاولين كده صح صح ولو تعادلنا الماتش دوت هم دول الثلاث ماتشات اللي هم كان قبل المعسكر بتاع لوس انجلوس. لكن اللاعيبه الدوليين ما شاركوش في لا كنا في المدرجات بنتفرج التصفيات الاولمبياد بتاعت لوس انجلوس عشان قال لك ممنوع قرار طلع من اتحاد الكوره والكابتن عبد الصالح الوحش ان اللعيبه الدوليين الاربع ماتشات او ثلاث ماتشات الاخرانيين ما فيش لعب للاعيبه الدوليه عشان ما يحصلش اصابات وانت رايح تعمل اعداد عشان تلعب اولمبياد. الاولمبياد اهم من الدوري طبعا. شوف الماتشات اللي بعد كده. ده كان في الاهرام في 5 نوفمبر 84 طبعا الزمالك وجيت زي اوزو الجزائري في نصف نهائي كاس افريقيا لابطال الدوري. وطبعا اتكتب قال ان الزمالك هزم جيت 2-0 والنتيجه العادله 6-0. الحارس الجزائري عماره انقذ فريقه من هزيمه ثقيله والنجوم جعفر وصلاح وابراهيم وايمن. عايز اتكلم انا كلمه على المباراه دي. انا المباراه دي انا بقولها لك عادل دي من احلى المباريات اللي انا شفتها لما بتفرج عليها لغايه دلوقتي. لو انت شفت المباراه عادل من اول المباراه لاخر المباراه الزمالك ما فيش 10 دقايق قل ولا بتاع هجوم ولعب متواصل والكره ما بنخسرهاش. ده برضه هل بعد ما خسرت هناك يا كابتن عادل ده السبب ان احنا نازلين كنا عندنا غل في الماتش دوت ان احنا هنكسب الماتش ده هنكسب الماتش اللي اتعمل فينا من التحكيم هناك في كوره في الجون الثالث اللي جه فينا كوره طلعت اوت ودخلت ثاني فاكر يا ناصر؟ ايوه خرجت بره اوت ودخلت ثاني والحكم مشاها واحنا واقفين على ان هي في اوت وجت جون فينا احنا وحتى بيعملوا لنا بالليل عشاء وبتاع وبدونا هدايا انا واحد من الناس ادوني حاجه كده زي اسمها كان الحاجات الفخار كده انا كنت ذات نفسي متضايق جدا من اللي حصل انا رميتها في حمام السباحه وكان فاضي وكسرت لان انا قلت لهم اللي في حتى في الماتش قلت لهم هنا المكسب الحلال مش عندكم هناك. تعامل جمهور الزمالك معاكم ايه بعد ما جيتوا من هناك؟ هل كانوا بيساندوكوا برضو وبيساعدوكوا جدا ولا كانوا متضايقين من الخساره؟ لا لا لا, لا 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 جدا هم كانوا واثقين احنا عارفين التيم نادي الزمالك تيم كان تيم تقيل قوي بس اللي حصل دي الظروف دوت انا في الماتش ده كنتش كويس في الماتش دوت وسفر وجماهير وملعب ما مرشوش ميه ومفروض ما يترشش ميه ترش ميه وهم بيلعبوا احنا جزم ترتان احنا لابسين جزم ترتان مش 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 السرزار لبس فين وفين بالظبط لا دي عشان الترتان دوت راح عاملينها كمان ميه فاهم ازاي بقينا نتزحلق انا تيجي تطلع تيجي تاخد الخطوه الاولانيه ليه هتعمل فيها الدفعه بتاعتك تروح متزحلقه رجليك فتريك هتقف مكانك ليك قصرت بعد ما كنت هتنط ولا هتقصر ودي دي كان من ضمن المشاكل اللي احنا قابلتنا هناك عشان كده قلنا الماتش دوت حقيقه وميت بالنسبه لنا. بعد الماتش على طول عملتوا ايه كلكم كلاعيبه بقى كده قبل جمعنا كلنا مع بعض كنا بنقعد لوحدينا مع بعض ونقعد ونتكلم مع بعض لان كل واحد على ليه دور وكل لازم الماتش الفرقه دي نكسبها ان شاء الله احنا ظلمنا هناك ولازم نادي بقى اقصى ما عندنا والتوفيق بتاع ربنا انما انت وانت داخل بقى الملعب شوف الملعب بره اقسم بالله اللي بره نص اللي فوق 120 الف في المدرج فوق وتحت ما فيش مكان درجه الناس في العباسيه واقفين هناك واقفين عاملين كده مش عارف احنا مش عارفين نخش اتقفل البيبان خلاص اتقفل البيبان كان ماتش الماتش ما عادش ما فيش ثلاث اربع دقايق اللي ما تلاقي هجمات هم خلاص لقوا ان احنا راكبين المباراه بداوا يعملوا يعني في لقطه جت من شويه الراجل انا خارج ورا لاعب ليبر ورا المدافعين يعني دي ما كانتش موجوده الاول كنت بتلعب ورا المدافعين ان يجي يروح ضاربني عشان يعورني وياخد طرد دي اسلوب هم الجزائر طول عمرهم كده. لا ده انا برضه افتكر صبري في اليوم ده احنا كسبنا الماتش فهم كانوا مقيمين في فندق النبيل الزمالك حجز لهم في فندق النبيل طبعا ذوقيا طبعا النادي بيعمل لنا عشاء معاهم بالليل عشان فانا رحت العشاء ده رحت حضرت مع عماره مع فرجاني وبتاع يعني برضه من حلاوه جمهورنا انا برضه انا بقول لك الجمهور فرجاني اول حاجه قالها لي قال لي عارف يا كابتن قلت له قال لي لولا جمهوركم ده جمهوركم ده غير طبيعي فعلا
الجمهور اثر عليه تاثير غير طبيعي الحقيقه. جمهور الزمالك برضو زي ما انتم بتتوارثوا الاجيال وبتدوا اسس وقواعد لكل جيل بعدك وجيل الكابتن اسماعيل والكابتن اشرف والكابتن هشام برضو ادونا قواعد واسس اشتغلنا عليها للاجيال اللي بعدنا. الحقيقه جمهورنا الزمالك نفس القصه. اه طبعا 84 هو جمهور 2004 هو اتغير. جمهور 2004 هو جمهور يتوارث هو جمهورنا الزمالك يتوارث متعه وفرقته وفي دعم فرقته بغض النظر بناخد بطولات ما بناخدش بطولات لكن الجمهور بيشجع الكيان ده وبيحب الكيان ده الجمهور سبورت ليك على طول. عشان كده بنقول لك احنا كنا بنلعب عشان الجمهور مش عشان حاجه. احنا كنا كل تفكيرنا ازاي نسعد الجماهير دي اللي ما تروحش زعلانه. كنا بنيجي على المصاب هقول لك على قصه يعني انا في القصه بتاعت اللي انت قلت عليها بتاعت الاسماعيلي اللي اتكلم فيها منصور حافظ 79 انا كنت كان دراعي دوت كان فيه شريحه باللاتين فيها ثلاث مسامير. المسامير لازم كانت تطلع من الايديه لانها قعدت مده طويله فبدات تعمل التهابات. فرحنا انا والدكتور عبد الله جورج رحنا للدكتور اللي هو اللهم صل على النبي مصطفى الشرقاوي رحنا له المستشفى فالدكتور بيقول له عايزين نفتح دي. قال له ده لازم لازم يفك الحاجات دي دلوقتي اكتر من النهارده قبل بكره ان الاعراض ما لو اتسوست ايدي هتتقطع. وقال له انا غير مسؤول اقسم بالله هذا حصل. عبد الله جورج راح للكابتن حلمي زموره في النادي قال له لازم عدم يخش يعمل عمليه ويفك المسامير لان دي ممكن العظم تسوس وتتقطع. قال له بص عادل مامور انا اضحي بالكاس وما اضحيش بعد المامور اقسم بالله انا سمعت الكلمه دي رحت فقلت للدكتور افتح لي افتح الخراج فتح الخراج قلت له فضيه اقسم بالله هذا حصل. حطيت فتيل ولفيته ولعبت تاني يوم كنت في الملعب بلعب باخد بنلعب الماتش كسبت الماتش انا طلعت من الاستاد على المستشفى عشان اعمل العمليه وان النادي ان الجماهير كلها كانت في نادي الزمالك فرحانه بالكاس. الحقيقه تضحياتكم وانجازاتكم مع نادي الزمالك وخدمتكم لنادي الزمالك هو ده اللي باقي دلوقتي يا كابتن عادل لدى جمهور نادي الزمالك سواء الجيل اللي هو مستمتع اكيد دلوقتي وهو بيرجع بذكرياته معاكم ومع مبارياتكم وبطولاتكم مع نادي الزمالك وكمان الجيل اللي موجود دلوقتي اكيد مستمتع لانه بيفتخر بحضراتكم بيفتخر بالجيل بتاعكم بيفتخر بالبطولات اللي انتوا عملتوها لنادي الزمالك وفي الاخر خالص بيفتخر كمان بتضحياتكم تجاه ناديكم وتجاه نادي الزمالك. خلونا نروح لفقره ادغال افريقيا. كاس افريقيا لاول مره كاس الزمالك كابتن عادل. طبعا فقره ادغال افريقيا عايزك تقول لي التحضير للسفريه بقى انت عارف سفريات افريقيا كانت سفريات صعبه جدا في الفتره كمان بتاعتكم كنتوا تسافروا سفر شاق جدا فقول لي كنت بتحضر نفسك للسفريه ازاي؟ ايه اللي كنت بتاخده في الشنطه معاك؟ اهم حاجه الاكل. لان احنا كنا بصراحه احنا كنا لعيبه كلنا في كتير معظمنا كانش بيقرف من الاكل اللي هم بيعملوه الافارقه فكنا بناخد معانا بقى العلب البويف والجبنه الرومي واللانشون مفيش بقى طباخ زي دلوقتي بيطلع معاكم طياره خاصه مفيش والعيش وعيش اللي هو ناشف بيبقى ناشف والتونه والتونه انت عارف ما انت عارف برضه انت عارف احنا كنا عشان نسافر لاي دوله من افريقيا لازم في ترانزيت يا اما في اثيوبيا يا اما في كينيا لازم في واحده من دول عشان تقعد هناك ما عندكش الامكانيات ان انت تطلع تقعد في فندق الليله دي فبتبدا قعده لتاني يوم الصبح لغايه الصبح عشان يجي ايه الطياره تاخدك عشان توديك المكان اللي انت رايح النادي البلد اللي انت رايحها فكنا بننام في المطار على الارض ومفيش كراسي كمان على الارض واول ما نجوع نبتدي كل اللي معاه حاجه يطلع كل واحد يطلع حاجه يطلع حاجه ونقعد مع بعض كلنا ونطلع وناكل كلنا مع بعض في وقت واحد وبعدين بعد كده نقعد مع بعض نضحك شويه ونهزر وبعدين نبتدي ننام شويه وبعدين نبتدي نصحى الصبح على اساس نروح نركب الطياره ونروح على المكان اللي احنا رايحينه.
كنت كابتن نصر يعني كان ليه في تخصصات؟ يعني كنت تقول مثلا نصر ابراهيم هو يجيب البقسماط، كابتن عادل يروح يجيب التونه، ولا تكون كل واحد بيجيب الاكل بتاعه وبنطلع بقى الاكل مع بعض؟ لا كله بيجيب، كله بيجيب، كله بيجيب كله حاجات عشان ما يخلصش، ما انت جبت حاجه هتخلص. فبيجيب كل حاجه، بجيب وده بيجيب نفس الحاجه وده بيجيب نفس الحاجه كلها زي بعض. حلاوه التونه، علب الجبنه، البلوبيف، واخد بالك؟ في حاجات اساسيه بنجيبها، جبنا النسلو زمان، واخد بالك؟ دي نجيبها. غريب قوي بقى ساعات لما يبقى واحد عندنا بيفهم قوي، تلاقيه بيفهم يروح جايب بيض ويروح عامله لنا، مسخره لنا وعامله لنا على الايه؟ بالبسطرمه. دي اللي ده بقى الوجبه اللي هي الرئيسيه. دي الحاجه اللي كنا كان ملك الجيل بتاعنا كابتن نبيل محمود، كان بيجيب فراخ وبط ووزق كده يعني. خلي بالك ومستوي وني وكده. خلي بالك، انا نبيل اول سفريه سافرها كنت قاعد معاه في الغرفه، كنا رايحين يوغوسلافيا، فهو كان نزل معايا، كان هو صغير بقى وانا كبير. ده كان معسكر. كان معسكر مش بتاع. فالمهم ايه يعني، برضو من النوادر، فنزلنا نتعشى او نتغدى ونطلع. فطبعا لقيت نبيل راح داخل، قال لي ده ايه يا غول، ده يا غول ما ينفعش الاكل ده. قلت له يا نبيل، قال راح فاتح الشنطه، عارف لقيت ايه؟ بط، حمام، فراخ، مستوي وني، حقيقي، حقيقي. جايز. قال لي لا لا تعالى قول، ده ما ينفعش الاكل. الفطير المشلت. لا لا كان ابو البول كان جميل، شربات من الشخصيات. كابتن عادل، مباراه كوتوكو يمكن مباراه افريقيا برضو كان فيها السحر، ويمكن انا كابتن ايمن يونس في الحلقه معايا قال لي لان الافارقه بيعتقدوا علشان احنا فرعنا، فبيعتقدوا ان احنا اللي بنعمل لهم سحر، فبالتالي لما بتيجي تلعبهم هما بيهتموا جدا بموضوع السحر. مباراه كوتوكو حسيت بالموضوع ده؟ طبعا اللعيبه. اولا انا ما رضيتش اخش الاوضه. انا خرجت بره، صليت ولبست بره في الملعب. ان انا من دخلت لقيت في دم على الحيطه، وفي حاجات ملزوقه في الحيطه كده، زي لحمه كده ملزقينها في الحيطه. فانا ما دخلتش. دخلت الغرفه بتاعتهم، هم طبعا مش هيعملوا سحر لنفسيهم. فدخلت مع الحكم عشان انا كنت كابتن فرقه، انا اللي بشوف اللعيبه. فلما جيت خرجت على الملعب على طول، ونزلت الملعب وسخنت وكل حاجه. اللي انا شفته في الملعب اللعيبه في عمليه توهان مش موجودين، لدرجه ان في من بعض اللعيبه من الاسماء بيقول له هو في ايه؟ بيقول هو في ايه؟ اسماعيل يوسف حولها، اسماعيل يوسف قال لك ايه؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ في نفس اللحظه خالد جلال بيجري، وهو بيجري بيمسك لعيب في ال 18، ودي عمرها ما حصلت، بيعمل حاجات لا شعوريه. حسيته ان الموضوع مش طبيعي، حسيت غير طبيعي. غير طبيعي. انا وانا واقف في الكورنر وبيترفع، انا المفروض المدافعين بيقفوا كل واحد مع لعيب من اللعيبه المهاجمين اللي قدامي. اول ما الكره تترفع الاقي المدافعين دخلوا جوه الجول، اقسم بالله هذا حصل. بقت اللعيبه الفراوده لوحديهم يلعبها براسه، صدها يروح الثاني مكملها. واجهتوا الموقف ده في مباريات ثانيه يا كابتن ولا كان اساسيا في مباراه كوتوكو؟ لا دي بس كوتوكو بس، دي اكتر حاجه. دي بس في شوت انسارت برضه واجهنا الكلام ده، بس كان معانا مصاحف، وكنا بنقرا في كان في شيخ قال لنا تقروا الكلام ده عشان السحر، فتقروا الايات دي عشان السحر، عشان ما تقتلوا السحر. وده فعلا اللي حصل في نيجيريا، اللي احنا كسبناهم هناك 1-0 في ملعبهم، وفي ملعبنا 2. ودي الفرقه دي ما كانش حد بيكسبها ابدا في افريقيا خالص. مين من الدول الافريقيه كانت تحب تسافر ليها بعد ما بطلت بقى كوره وحبيت العيشه فيها؟ برضه بالنسبه للسحر ده، انا برضه افتكر يوم البطوله بتاعه 86 اللي خدناها دي واحنا بنلعب في ساحل العاج، وهم بيرموا علينا بقى مش عارف اقول لك رجول كده حاجات، ده في الاوضه، واحنا والاوضه احنا تحت هم فوق وبيرموا على حاجات، فانا شفتها. فالسحر ده بتاعهم يعني طبيعي. وبرده تعدوا على الكابتن محمود سعد بس عشان شافوه بيقرا القران، واخد بالك؟ انا بقول لك يعني من بتقول انت الدول اللي انت رحتها والدوله اللي انت رحتها وتتمنى ان انت تروحها تاني. يعني في يعني اسبانيا من الدول. لا افريقيا. افريقيا طبعا تونس. تونس جنوب افريقيا. تونس جنوب افريقيا طبعا. الطبيعه برضو في معظم الدول الافريقيه، رغم ان هي دول مش غنيه، بس فيها طبيعه. يعني الكاميرون دي لما تروح وتشوف الطبيعه بتاعتها، وتبقى احنا مره رحنا في الكاميرون
قعدنا في فندق مش عايز اقول لك حسام فوست خضره وزرع. ازاي الفندق ده اتعمل في المكان ده؟ لا يعني في دول حلوه بس هي طبعا تونس بتبقى اقرب او المغرب بتبقى اقرب للواحد يعني قريبه مننا يعني قريبه من عاداتنا وتقاليدنا. دول الشمال عموما يعني المغرب الجزائر ليبيا الدول الجميله. اتمنى طبعا ان انا اروح كل شويه تونس او المغرب. طيب خلونا نروح لفقره توب 10. حلوة يا حسن والجول الثاني. جمال عبد الحميد جمال عبد الحميد أيمن منصور يجيب الجول الأول لنادي الزمالك. يا سلام يا حازم يا بابا عملها حازم يا بابا. وصلنا كابتن عادل لفقرة توب 10. طبعا دي هنختار فيها اتنين لعيبة بسرعة سريعا اشهر اتنين لعيبة في تاريخ نادي الزمالك. كابتن حمادة امام وكابتن حسن شحاتة. كابتن نصر. لا دي صعبة بالنسبة لي يا صبري، يعني مش عايز اقول لك اجيب مثلا شيكابالا دلوقتي مثلا، كابتن حسن شحاته، كابتن حمد امام. طبعا نجوم الزمالك يعني النجوم يعني على راسنا من فوق سواء يعني الجيل اللي قبلك او الجيل اللي بعدك او الجيل الموجود دلوقتي يعني. طبعا ليهم كل الاحترام. لا ما انا عندي ولكن اخد اثنين برضو اشهر هدول اللي عملوا تاريخ نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك في سواء في جيلك او في الاجيال يعني اللي بعدك او اللي قبلك في الفتره الاخيره دي كلها. طبعا شيكابالا وحسن شحاته. طيب الاغلى كابتن عادل من ناحيه الرواتب في الفتره اللي انتوا كنتوا بتلعبوا فيها؟ احنا كناش بناخد رواتب. لا اللي كانوا يستحقوا اغلى رواتب. حسن شحاته. حسن شحاته. اه مين تاني؟ كابتن طه بصري. كابتن طه. كابتن نصر. في جيلنا كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه. الله يرحمه. حقيقي كان طبعا في جيلي يعني في كتير يعني، بس هو كان ابراهيم يوسف وكان مين تاني فكرني يعني؟ ما هو قدامك كتير قول يا عم. ممكن. سريع. كابتن حسن شحاته. طيب افضل اثنين مدربين في تاريخ نادي الزمالك من وجهه نظر كابتن عادل. كابتن ابو رجيله ومايكل ايفرت. كابتن نصر. يعني كابتن ابو رجيله، كابتن زكي عثمان ومايكل ايفرت. افضل مباريات للزمالك سواء في جيلك او في الاجيال اللي بعدك او اللي قبلك شفتها. كاس افريقيا في نيجيريا شوت من ستارز، ده افضل مباراه لان ده اول كاس كان داخل نادي الزمالك، من اول كاس افريقيا يدخل في نادي الزمالك ومصر. كابتن نصر. ماتش هو ده جيت الجزائر انا بعتبره عشان اول بطوله وجبت هدف جميل يعني يذكر لغايه دلوقتي. من وجهه نظر حضرتك كابتن عادل افضل اثنين اجانب في تاريخ الزمالك؟ كوارشي. كوارشي و وكوليبالي. كابتن نصر. كواشي ومانول. طيب افضل حراس مرمى في تاريخ نادي الزمالك كابتن نصر. كابتن عادل عبد الواحد وكابتن عبد الواحد السيد. كابتن عادل عبد الواحد مين؟ كابتن عادل مأمور قصدي انا اسف. كابتن عادل مأمور وكابتن عادل عبد الواحد السيد برضه. كابتن عادل افضل اثنين مهاجمين في تاريخ الزمالك. علي خليل. انت بتفاجئنا. نصر ابراهيم بقى. ونصر ابراهيم طبعا. ونصر ابراهيم طبعا. طيب هنروح مع حضراتكم لاخر فقره وهي فقره صوره وتعليق. هنشوف صوره كابتن عادل وتعلق لي عليها تعليق سريع. اول صوره معانا. ده مين ده؟ شايف يا جماعه مش باينه الصوره دي مين؟ كابتن جوهر الصغير. اه ده كابتن جوهري. شوف هنا شوف هنا من هنا هنا زبانه. اه هنا 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 كابتن جوهري اخف دم في تاريخ نادي في تاريخ مصر ونادي الزمالك. دمه خفيف بالشكل ولعيب وفنيا بقى كابتن فنيا طبعا بيقولوا لا 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 استاذ ده كان قائد في الفرقه. قائد الفرقه والاوركسترا هو اللي بيحرك المدافعين كلهم ويتريق على اي حد في عز ما انت تعب متضايق يضحكك. لا 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 ربنا يرحمه ربنا يرحمه. احسن لي كابتن نصر.
كابتن زي ما بيقول لك كده، كابتن كان من احسن الباكات ليفت في مصر، واخف اخف دم، وبعدين بيعشق اللحيبه الحلوه. يعني انا كنت اشوفه وهو بيدادي ميدو وشيكابالا هم صغيرين، وجمال حمزه حاجه مدرب كبير طبيعيه، عينيه حلوه طبيعيه وعينيه حلوه زي ما بيقول. شوف الصوره اللي بعدها، طبعا العظيم كابتن حسن شحاته، طبعا احسن لعيب في مصر، احسن لعيب في مصر من اللعيبه اللي هو الجوكر اللي بيلعب في اي مكان. ده بيلعب قدام، لعب قدام سيرت باك، ومدير فني برضه، مدير فني على مستوى عالي جدا. يا كابتن شحاته، احسن شحاته، ربنا يديله الصحه، ربنا يديله الصحه، ربنا يديله الصحه. انجاز كبير جدا، انا كنت بلعب لعيب انجاز كبير جدا جدا، من الصعب انه يتكرر، وهو مدرب، هو مدرب الحقيقه. يعني انا لعبت جنبه وحسيت بيه الاحترام والتقدير طبعا. انا لعبت قدامه، انا لعب قدامي سيرت باك في ماتش المصري، كنا بنلعب مين يبقى اول، كان بيلعب قدام السيرد باك، وهو ساعات بينسى نفسه وعايز يروح ويرقص ويروح، انا كنت انادي عليه استنى، ان انت تلعب ليبرو، انت اللي مستني، انت اللي تلعب قدامي، كان كده قدامي، كان يقول لي عادل سيبني العب، اقول له ما ينفعش يا كابتن حسن، انت 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 الخط الاولاني قدامي، مين اللي بعد كده هيبقى قدامي، انت لو طلعت ناقصنا واحد. والله زي ما بقول لك، الصوره اللي بعدها يا جماعه، كابتن سمير محمد علي، كابتن سمير محمد علي طبعا، طبعا كابتن سمير محمد علي اتعلمنا منه كتير، ودربنا راجل اسطوره، ربنا يشفيه ويديله صحه يا رب ان شاء الله. كابتن نصر، كابتن سمير ده متعه، انا ما شفتش واحد دمه خفيف قوي، اخف دم، ما شفتش حارس مرمى في مصر بيوقف الكوره زي ما هو بيوقفها. لو لعبت له كوره مره، لي لو الكوره من الطياره نازله هوقفها، بيوقف الكوره بطريقه انا ما شفتش ولا هشوف حد بيوقف الكره زي كابتن سمير قطب. كابتن سمير قطب قال الكلمه ديت، قال لك كل اللي بيقول لك امتص الكوره، امتص الكوره يا اخي، ارمي لي الكوره من الطياره، ما هو شوف هامتصها ازاي. هو حارس مرمى ليه بقى؟ كان الكابتن سمير لعب برضه جميع الالعاب، يعني كان بيلعب العاب قوه، وبيلعب باسكت، وبيلعب في السودان. هو اصلا كان بيلعب باسكت، كان لعيب باسكت. شوف اللي بعدها يا جماعه، طبعا كابتن علي خليل، طبعا طبعا كابتن علي خليل مره استفدت منه كابتن نصر طبعا الجنب. لا لا استفدت منه يعني، بس كان يا ريته كان استمر شويه معايا عشان استمر منه استفيد أكتر. منه مره كنت موقوف يا صبري وانا صغير، وبعدين هو كان استاذ تدريب، هو كان عامل النموذج الاحتراف من بدري، من قبل ما احنا نعرفه. فقلت انا عشان لياقتي البدنيه ترجع بقى في اسبوع، انا خلاص اتفك الوقف، فانا هتمرن مع مين؟ مع كابتن علي خليل. فخدني الكابتن علي خليل في البيت عنده، كان جنب الاكل ازاي وبتاع، وبعدين خدني التمرين. انا ما قدرتش يا صبري، كان بيعمل تمرينات البطن، تمرينات الضغط، مش عايز اقول لك دي، انا طبعا ما مسويش، فادني طبعا بدنيا وفنيا، وربنا يديله الصحه. من افضل المهاجمين اللي جم في عصر نادي الزمالك، الراجل ده كان بيشتغل على نفسه كويس جدا، كان يجي يبني يقول لي الصبح حاجة، انا وانت هنتمرن الصبح، هو اتعلم هيشوط منين، هيحط روح بيروح من على الجنب، وهو بيجري بيشوط، وهو بيعمل زجزاج ويشوط، كان بيجي احنا بنعمل اثنين تمرين مع بعض، وياخدنا بالليل بعد كده نروح رايحين السيده زينب والسيده نفيسه نصلي ونخلص صلاه ونرجع على البيت، على البيت في المعسكرات بيبقى انا معاه، هو عارف الناس اللي هي بتصلي وبتصوم، بيقول لك لا ده يبقى معايا حتى في رومانيا، فاكر في رومانيا؟ في رومانيا كان معانا، في رومانيا كان كل اللعيبه يعني فاتحين الدنيا، مش عاملين معسكر بتاع، يقول لي كنت معانا في الاوضه، يقول لي خش نام، خش نام، خش نام، نام ونقفل، مالناش دعوه. كانوا مدربين مع المدربين. بالظبط، صح كده. نموذج. كابتن عادل استمتعت وشرفتني ونورتني، ودايما ان شاء الله يبقى فينا بينا لقاءات كتير. حبيبي حبيبي يا صبري، متشكر جدا على اللقاء الجميل دوت، يا رب كنا اسعدنا الناس وما كناش تقال عليهم. كابتن نصر اسعدتني وشرفتني، ودايما بنفتخر بيك، وان شاء الله نتقابل في حلقات. انا سعيد، اتمنى اشوفك على طول يا صبري، عشان انا ما اشوفكش. استمتعت الحقيقه بيكم وتشرفت بيكم، وانتوا جيل الحقيقه كلنا بنفتخر بيه وهنفتخر بيه دايما، لتضحياتكم وخدمتكم لنادي الزمالك وحرصكم على جماهير نادي الزمالك، فبنشكركم شكرا جزيلا، ودايما تبقوا متواجدين في قناتكم، قناه نادي الزمالك. طبعا كل الشكر ليكم اعزائي المشاهدين، ودي كانت سهره زملكاوي النهارده مع نجمين كبار جدا واسطورتين كبار جدا، اثروا الملاعب وخدموا نادي الزمالك بكل اخلاص وحب، علشان كده لقوا التقدير والحب والاحترام من جمهور نادي الزمالك على مر الاجيال. شكرا لحضراتكم، دي كانت سهرتنا النهارده في زملكاوي، سهره جديده، وتصبحوا على الف خير.